أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من رأي عام. النهاردة عندنا فقرات عديدة ومتنوعة، لقاء حصري مع نائب رئيس البنك الدولي اللي بيزور الصعيد في إطار المباحثات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي. هيكون معنا أيضا فقرتين أساسيتين، الفقرة مناقشة موسعة لقرار منع طلاب الثانوية العامة من دخول الامتحانات إذا لم تصل نسبة الحضور ل 85%. فقرة أخرى خاصة بظاهرة التدخين الإلكتروني اللي بيعتقد كتير إنها بديل صحي وآمن للتدخين العادي، إلى جانب طبعا يعني حوارات ومناقشات أخرى. دلوقتي نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. 63% من المصريين في استطلاع للرأي يرفضون وقوع الطلاق شفهيا دون توثيق. مليار و800 مليون دولار تحويلات المصريين من الإمارات في عام 2016. مئة وخمسون من ممثلي جمعيات المستثمرين يناقشون قانون الاستثمار في اقتصادية مجلس النواب. ألف وخمسمائة صفحة على فيسبوك تدعو للعنف تدار من تركيا وقطر، والبرلمان يستعجل مشروع قانون جرائم تنقية المعلومات. دي كانت أبرز العناوين اللي هنتناولها بالتفصيل، إلى جانب عناوين أخرى وأخبار مختلفة، لكن بعد الفاصل بإذن الله. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام. مراسلنا في صعيد مصر عبد الرحمن القرشي أجرى النهاردة لقاء حصريا مع السيد جان ويلسر نائب رئيس البنك الدولي خلال جولاته بمحافظات جنوب الصعيد، قنا، الأقصر، سوهاج، في إطار المباحثات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، منها 280 مليون دولار لصالح محافظة سوهاج و220 مليون دولار لمحافظة قنا. الجولة تأتي بعد موافقة البرلمان بأغلبية على قبول البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص والعام معا وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري في صعيد مصر. لقاء هام وحصري لبرنامج رأي عام على قناة تن أجراه عبد الرحمن القرشي زميلنا في الصعيد، نشوفه مع بعض الآن. السيد يان ويلزر نائب رئيس البنك الدولي للتمويل والتنميه، بنرحب طبعا بالفريق المصاحب للسيد اسعد علام المدير القطري في مصر واليمن وجيبوتي. الحقيقه النهارده طبعا هو زياره سيادته جايه في ضوء طبعا الاتفاقيه بتاع البنك الدولي الخاصه بتنميه جنوب الصعيد سوهاج وقنا بمبلغ 500 مليون دولار وتوقيع الاتفاقيه. في الفعل سيادته جاي طبعا بيتابع هذه على ارض الواقع الاماكن ان شاء الله اللي هيتعمل فيها المشروعات والخطه اللي احنا هنمشي عليها في الفتره اللي جايه، خاصه الاسبوع الجاي هيتم تدشين الفعلي للاتفاقيه. النهارده سيادته ان شاء الله هيزور المنطقه الصناعيه في افت ويشوف المشروعات ويقف على التطورات، لان افت طبعا والمناطق الصناعيه في افت وفي نجع حمادي فو داخله في مشروع الاتفاقيه، والحقيقه احنا هنتناقش فيه كثير من المشروعات اللي هتتم في الفتره القادمه. ان شاء الله بنرحب بسيادته وبنقول اهلا وسهلا وفي العمل المصاحب ليه، واهلا وسهلا.
ما هي الرسالة التي يود أن يتوجه بها من صعيد مصر حول دعم الاقتصاد المصري، وما رأيه في الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، ومتى يشعر المواطن المصري بالتحسن؟ So there are three questions. The first question is how do you perceive the reforms that started taking place in Egypt? And the second question, what should be the message that the World Bank would like to convey at that stage? And when would the average citizen start feeling change? Well, first of all, I think you have a reform process that's well entrenched. I think you have seen the impact of the macro policies that the government has implemented that have started having an impact on the economy that is going to help enhance the investment climate overall for Egypt and starting to bring more growth to the economy over time. Now we're in a situation, I think, in the governorate, and I think this is where our support today and our visit here today fits into this, to make sure that the macro conditions translate into new jobs. And into jobs not only in some of the centers of the country, but also in Upper Egypt, and that's really what we expect that will come out of this project as it gets launched in the next few days, and that over the next 2-3 years you will see an impact from the investment that will come into the new zones to strengthen the local economy here and create opportunities for the population to have additional employment and income. ده كان سيد جان ويلسر نائب رئيس البنك الدولي في تصريحات خاصة لبرنامج رأي عام أثناء زيارته للأقصر في إطار جولته في جنوب الصعيد اللي بتشمل الأقصر وسوهاج وقنا، وكان بيتكلم بإيجابية عن المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر. طبعا الزيارة في إطار برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولي، وقلنا البنك الدولي بيمول مشروعات في عدة محافظات بيزورها السيد ويلسر. هنروح الآن إلى المؤتمر الدولي 27 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي جلسته الختامية بتعقد الآن على مدى يومين. انعقد هذا المؤتمر تحت عنوان دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات، وحضراتكم شايفين في الصورة الآن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يلقي البان ختامي. لو في إمكانية نسمع جزء من كلام وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، هل في إمكانية يا جماعة؟ نتابع دلوقتي مع بعض. والمستمر على التعامل مع وسائل الإعلام، لأن من يعمل مع وسائل الإعلام دون تدريب وتأهيل قد يفسد أكثر مما يصلح، فليس كل الناس يصلحون للعمل عبر وسائل الإعلام، لأن حظ النفس من الدنيا قد يجرف بعض من لم يكن متمكنا سواء من دينه أم من علمه ويقينه في الله. ومع ذلك أيضا، ومع التأكيد على هذه الوسائل التقليدية، نؤكد أيضا أن كثيرا ممن جندوا لدى جماعات التطرف جندوا عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أهمية التوسع في استخدام الفضاء الإلكتروني وجميع وسائل التواصل العصرية لنشر الوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية من المتخصصين في علوم الحاسبات والميديا الإعلامية ووسائل التواصل العصرية، لنعطي دفعة مع من يجيدون ذلك من السادة الأئمة والواعظات ممن يتمكن في علوم الحاسب واللغات المختلفة. نقطة هامة، الاهتمام بدور المرأة في العمل الدعوي. وحقيقة دور المرأة أهمل كثيرا أو لم يأخذ حظه في الفترات الماضية، مما جعل النساء المنتميات إلى بعض الجماعات المتشددة أو المتطرفة يسيطرن على مجال الدعوة النسائية وتربية النشء. وآن الأوان أن ندفع بالواعظات المتخصصات ليقمن بنشر ثقافة السلام الصحيحة من جهة، ويغلقن الباب على من يوظفن الدين لمصالح شخصية أو لصالح جماعات أو تيارات
تعلي مصلحتها على مصلحة الدين ومصلحة الوطن. الاهتمام بدور المرأة في العمل الدعوي والثقافي والإعلامي والأكاديمي لما لها من دور بارز وأثر واضح في كل هذه المجالات، وبخاصة في مجال تربية النسل وتنشئته على القيم الإيجابية والأخلاقية والسلوكية والوطنية. 11 ضرورة تواصل القيادات البرلمانية في مختلف برلمانات العالم لتحديد مفهوم الإرهاب ووضع قوانين موحدة لردع المتطرفين والإرهابيين بغض النظر عن دياناتهم أو جنسياتهم أو دولهم، والعمل على تجريم إيواء الإرهابيين أو دعمهم بأي صورة كانت وتحويل ذلك إلى واقع لا استثناء فيه. 12 دعوة البرلمان المصري وزملائنا الأعزاء في اللجنة الدينية على وجه الخصوص ومعهم اللجان المتخصصة أيضا، دعوة البرلمان المصري وسائر برلمانات العالم إلى عمل اللازم نحو تجريم الإرهاب الإلكتروني بشتى صوره وألوانه، لأن تجنيد المتطرفين الإرهابيين يتم تحت بصر وسمع أجهزة ووسائل تحتاج منا جميعا ومن العالم كله إلى وقفة جادة لتجريمه إن كنا جادين بحق في مواجهة الإرهاب وتخليص الإنسانية من شره. 13 ضرورة التواصل المستمر بين علماء الدين والمثقفين ورجال السياسة والإعلام، وهو ما كان المؤتمر يشكل أنموذجا مصغرا له، وكذلك التواصل بين أصحاب الديانات المختلفة على كافة المستويات لكسر الحاجز النفسي في التعامل مع المختلف، لأن من جهل شيئا عاداه، وسبيلنا التقارب لا التنافر، والتراحم لا التقاتل ولا التصارع، مع التأكيد على أن هذا التنوع سنة كونية، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فكأن التنوع والاختلاف غاية مقصودة للتعارف والإبداع والتنوع، وأكدنا أن الدول التي آمنت بالتنوع وقامت على التعددية وآمنت بالتعددية وحققت المواطنة المتكافئة كانت أكثر الدول أمنا واستقرارا وتقدما ورخاء وتحقيقا للتنمية. أما الدول التي دخلت في الصراعات الطائفية أو المذهبية أو العرقية فدخلت في مستنقع قل من خرج منها أو يستطيع أن يخرج منه نتيجة الفرقة والشتات وعدم الإيمان بسنن الله الكونية في التنوع والاختلاف. 14 ضرورة وضع مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام على جدول أعمال مؤتمرات القمم السياسية بمختلفها للتعاون في وضع آلية دولية للمواجهة. 15 ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التي قام بها القادة الدينيون وآتت ثمارها المرجوة في تأصيل خطاب ثقافة السلام والتسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنف لاختيار أفضلها والإفادة منها في وضع استراتيجية حقيقية للمواجهة عبر خطط وورش عمل وبرامج تدريب متنوعة. 16 رفع كفاءة الإعلام الوطني في جميع الدول المؤمنة بالسلام بما يجعله قادرا على مواجهة إعلام الجماعات المتطرفة وبخاصة الإعلام الرقمي
مع وضع استراتيجية إعلامية. ده كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهو بيتلو توصيات المؤتمر، مؤتمر دولي 27 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللي شارك فيه وفود من حوالي 30 دولة، واستمعنا إلى بعض هذه التوصيات ومنها عن التعامل مع وسائل الإعلام، عن دور المرأة في العمل الدعوي، عن عن دعوة البرلمان المصري وسائر البرلمانات الأخرى للعمل على تجريم الإرهاب الإلكتروني. احنا هنرجع إلى هذا الموضوع وهذا المؤتمر وهذه التوصيات الهامة في إطار حوار خاص هنجريه مع الدكتور محمد البشاري رئيس الفيدرالية الإسلامية لمسلمي فرنسا وأمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي بعد قليل. بس بالتأكيد طبعا الدكتور بشاري دلوقتي بيحضر الجلسة الختامية، بعد ما تخلص هذه الجلسة هيشاركنا بحوار خاص لرأي عام بعد قليل. نروح لموضوع أثار ولا يزال الجدل في المجتمع، موضوع الطلاق الشفهي. لسه هذا الموضوع عامل حالة جدل في المجتمع. النهاردة المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة أعلن أن 63% من المصريين اللي استطلعت آرائهم يرفضون وقوع الطلاق شفهيا دون توثيق، وأن 16% موافقين على حدوث الطلاق شفهيا، على وقوعه شفهيا، بينما 21% من اللي استطلعت آرائهم لا يستطيعون تحديد الموقف. خلونا نروح لمركز بصيرة. معنا الأستاذة حنان جرجس مديرة العمليات بمركز بصيرة. دكتورة حنان مساء الخير، على أي أساس تحددت هذه النسب والأرقام؟ 63% من الذين استطلعت آرائهم يرفضون وقوع الطلاق شفهيا دون توثيق. النتائج اللي حضرتك بتقراها دلوقتي دي نتائج احد استطلاعات الراي المركز بصيرة اجراه في شهر فبراير الماضي. الاستطلاع ده اتعمل على عينه حجمها حوالي 1500 شخص، والعينه دي عينه ممثله للجمهوريه، بمعنى ان هي بتمثل الفئات المختلفه للمجتمع سواء حسب العمر او الفئات التعليميه المختلفه ذكور واناث وغيره. زي ما حضرتك قلت اهم نتيجه ظهرت في الاستطلاع ده انه في 63% من المصريين، يعني تقريبا ثلثين المصريين، بيرفضوا فكره وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق. وفي 16% موافقين على وقوع الطلاق الشفوي بدون توثيق، وفي 21% أجابوا بأن هم لا يستطيعوا تحديد موقفهم. وفي الغالب ال 21% دول بيبقوا غير مهتمين بالموضوع، ربما لأنه يعني ليس في إطار اهتماماتهم أو احتياجاتهم اليومية. طيب اسمحي لي دكتورة حنان أرحب بالدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس اللي معانا على الهواء مباشرة. مساء الخير دكتورة سامية، عايز أعرف تعليق حضرتك وتقييمك لنتائج استطلاع الرأي اللي احنا اتكلمنا عنه الآن. أنا عايز أقول لك أنه كل هذه الاستطلاعات طبعاً احنا بنحترمها احترام كبير جداً، ولكن احنا محتاجين الحقيقة ان احنا ننشر الوعي بموضوع الطلاق وتثقيف المجتمع، الا يكون كلمة طلاق زي اللي بنى كده في اللسان، اما ان هناك نسبة ترفض ان تكون موثقة وهناك نسبة بتقول لازم تكون موثقة، ده كله لا يعنينا في شيء. احنا اللي يعنينا الجانب الديني، وهذا الجانب الديني هو الحل الحقيقي في هذا الموضوع. أما أنه يكون في من يرى أن التوثيق أو غير توثيق، طبعا التوثيق ده حاجة مهمة جدا في أي، نحن في العصر متقدم وفي القرن 21 كل لفتة لازم تكون موثقة، فما بال الطلاق، حتى لا يكون هناك أطفال شوارع ولا يكون هناك أطفال لا يعرفون أبائهم وأمهات لا تعرف إذا كانت قد طلقت أو لم تطلق. فبالتأكيد أن موضوع التوثيق ده حاجة مهمة جدا وأساسية، لكن أهم من كل ده كمان التثقيف، ثقافة الإنسان المصري
ده شيء مهم جدا، وده دور الأزهر ودور المؤسسات التربوية ودور المؤسسات التعليمية حتى لا تصبح الحياة بشكل أو بآخر وكأن ليس هناك رباط مقدس. نعم. الرباط المقدس بين الأزواج ده أمر مهم جدا. نعم. وقبل أن يتكلم الرجل أو تتكلم المرأة هناك ضمير حي، وهناك قسم بيتم القسم عليه بأنهم يعيشوا في سلام. نعم. وأمان. فبالتأكيد أن التسجيل ده حاجة مهمة، زي ما بنسجل الطفل لما بتولد، زي ما بنسجل الزواج، لازم كمان نسجل الطلاق. نعم. لكن في كل الأحوال نحتاج إلى ثقافة توضح أن الحياة الزوجية هي حياة مقدسة. طيب. وليست لعبة لا في أيدي الرجل ولا في أيدي المرأة. ده صحيح وأنا متفق معك 100% دكتورة سامية، لكن خلينا برضو نروح للاستطلاع الرأي لأنه مهم جدا، وأنا عايز أعرف من الدكتورة حنان يعني الفرق في نتائج استطلاع الرأي بين الريف وبين الحضر، بين القرى ما بين المدن، بين الشباب وبين كبار السن. يعني تدينا تفاصيل أكتر شوية دكتورة حنان، ليه 63% من اللي استطلعت آرائهم موافقين على حدوث الطلاق بتوثيق أو يرفضون وقوع الطلاق شفهيا دون توثيق؟ هم يرفضون وقوع الطلاق شفهيا. مظبوط. احنا عندنا في النتائج اظهرت يعني انه في فروق ما بين الذكور والاناث، فنسبه الاناث اللي بيرفضوا وقوع الطلاق الشفوي اعلى طبعا من نسبه الذكور. في الاناث تقريبا 67% بيرفضوا، 60% فقط بين الذكور. لما بنبص على الفئات العمريه المختلفه ما بنلاقيش فروق كبيره، تقريبا الفئات العمريه المختلفه متساويه في فكره ربط وقوع الطلاق الشفوي. بين الريف والحضر في نسب ضعيفه جدا، يعني بنتكلم انه في الريف 62% في الحضر 66% اللي رافضين. الحقيقه اللي كان ملفت النظر جدا في النتائج انه نسبه الجامعيين اللي بيوافقوا على وقوع الطلاق الشفوي اكبر من نسبه اللي تعليمهم اقل من المتوسط اللي بيوافقوا على وقوع الطلاق الشفوي. بمعنى انه اللي تعليمهم اقل هم اكثر رفضا لفكره الطلاق الشفوي. الحقيقه دي احد النتائج اللي يمكن تحتاج الى حد خبير في علم الاجتماع. ما هي معانا الدكتوره ساميه دلوقتي وسمع حضرتك، يعني يا ريت تعلق لنا على ده. ننتهي الفرصه ان الدكتوره معانا ويمكن هي تفسرها لنا. طبعا احنا عندنا يعني بعض التفسيرات كده اللي ممكن تكون متعلقه شويه بفكره يعني انه الناس بتحط سلطه الدين وسلطه الدوله قصاد بعض في الحته دي شويه، بما ان بدا يبقى في كلام من جانب الدوله على الطلاق الشفوي. تمام. فممكن، لكن طبعا يعني تحتاج الى انه علماء الاجتماع. طيب. يفسرونا بصوره افضل. طيب يا دكتوره حنان، انا اسمع تعليق للدكتوره ساميه، ليه اللي هم متعلمين اللي عندهم شهادات اكثر حرصا على توثيق الطلاق عند وقوعه مقارنه باللي ما عندوش شهاده؟ دكتوره هل عندك تفسير لده؟ يعني المتعلم عايز يوثق الطلاق صح كده؟ لا، انا فهمت من الدكتوره حنان انه المتعلم بيستسهل الموضوع، بيرمي يمين الطلاق شفهيا كده ومش مهم ان يوثقه ولا لا، مش كده يا استاذه حنان دكتوره حنان؟ لا، هو مش بالضروره يكون بيستسهل الموضوع. هو ممكن يكون بالعكس بيرى انه هو في كل الاحوال مش هيلجا لفكره الطلاق الا اذا كان قرر فعلا انه يعني تمام هذا الطلاق، فسواء وثقه او لم يوثقه هو خلاص واخد القرار. وصلت النقطه دي للدكتوره ساميه، اتفضلي يا دكتوره ساميه. ايوه يعني هو طبعا اللي انا فهمته دلوقتي انه اصلا الجامعيين وده معناه المتعلمين تعليم عالي لا يهمهم ان يكون الطلاق موثقا عكس الاقل او الريفيين، وده طبعا معناه انه هو بيضع سلطته فوق سلطه الدوله، فوق سلطه الدوله وفوق سلطه المجتمع وفوق السلطات جماعها، وبيعتقد ان هو السلطه الاكبر، ودي الحقيقه كارثه كبيره جدا.
لأن كل ما الإنسان تعلم كل ما رغب في أن يكون كل خطوة في حياته موثقة. نعم. موثقة. التسجيل والتوثيق ده أمر ضروري في الحياة الإنسانية. نحن لا نعيش في غابة، نحن نعيش في مجتمع مدني. قد يكون هناك ارتباط ما بين التوثيق والحياة الزوجية والطلاق والإرث والبنوة، كل هذه الأمور لازم تكون موثقة. فأنا أعتقد أن الحكاية دي محتاجة الحقيقة دراسة أكتر، أو أنه الجميع أصبح مغرور لدرجة أنه ما بيهموش أن تكون موثقة. يكفي أنه هو أصبح جميعي، هذا أمر في منتهى الخطورة وغير مقبول. أما أنه نجد أنه الإناث بيرغبوا في التوثيق والذكور لا يرغبوا في التوثيق، فالإناث يرغبون في التوثيق لحتى يكون هناك أمر واضح أمام المجتمع وأمام الجميع، وحتى يضمنوا أيضا حقوقهم بل وحقوق الطفل. أشكرك. فالتوثيق ده أمر. شكرا جزيلا. وأنا لا أعتقد. شكرا جزيلا دكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وشكرا للدكتورة حنان جرجس مديرة العمليات بمركز بصيرة. وبالتأكيد زي ما قالت الدكتورة سامية، الموضوع يحتاج إلى المزيد والمزيد من الدراسة، وإحنا هنتابع هذه الموضوعات لأنها فعلا موضوعات تهم الرأي العام بما أنه برنامجنا رأي عام. إلى خبر آخر، البنك المركزي الإماراتي كشف النهاردة عن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات إلى مصر خلال العام الماضي 2016 اللي بلغت 6.6 مليار درهم بما يعادل مليار و800 مليون دولار، شكلت نسبة 4.1% من إجمالي تحويلات العاملين بالإمارات للخارج، وذلك تراجعا من 6.7 مليار درهم في العام السابق 2015. معايا على الهاتف الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب. دكتورة بسنت مساء الخير، ليه تراجعت تحويلات المصريين في الإمارات هذا العام أو عام 2016 مقارنة بعام 2015؟ شوف حضرتك، ظروف الناس اللي بتشتغل بره الناس ما بتعرفهاش. يعني أنا شفت مثلا، أنا متابعة المنطقة العربية كلها، إن كان في دعاية كبيرة قوي لشراء بيوت في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، وحاجات مغرية الحقيقة. قد يكونوا اشتروا بيوت هناك، قد يكونوا حولوا لأوروبا. يعني حقيقة ما تقدرش تضمن بالظبط الفلوس بتتحرك إزاي، لأن دي بتحكمها حاجات دولية وحاجات إقليمية وحاجات محلية. يعني ما هياش مجرد إني أحط سعر جاذب الناس كلها هتروح محولاتي، لا أبدا. الكرة الأرضية النهاردة كلها مفتوحة قدام الناس كلها، والناس بتحسب حساباتها كويس قوي. يقول لك مثلا والله هشتري بيت في الخليج، لا ده انا هشتري في اوروبا، لا انا هشتري في امريكا. يعني اللي حالا بيتغير بسرعه، والمنطقه العربيه بشكل عام بشكل عام اصبحت مش مستقر. يعني لما تبص حواليك الحروب في كل حته والدمار في كل حته، فالناس بتخاف حقيقه. بالاضافه ده ممكن يكونوا بيحطوا فلوس بره لتعليم اولادهم. يعني في مليون سبب يؤدي الى ان التحويلات تقل، مش ان احنا قصرنا، بالعكس. المفروض انه السعر اللي موجود جوه الجهاز المصرفي سعر جاذب، فالمفروض ان التحويلات تزيد الا اذا كان هناك اسباب اخرى، ودي موجوده في كل حته. فانا مش مستغربه للي بيحصل، والناس بتنوع من اموالها بتحطها فين، لان الناس كلها شعره بعدم الامان في العالم. خلي بالك العالم كله، شوف حضرتك هولندا وتركيا زي ما نكون على اعتاب حرب عالميه، واخد بالك؟ فالناس بتبقى قلقانه وبتحط فلوسها في حتت كتيره عشان الامان. حضرتك ما يرجعش ده الاسباب لمصر، بالعكس. يعني بالمنطق انت عليت سعر الجنيه وابتديت تشتري باسعار اعلى، المفروض انه كان يزيد، لكن نظرا لظروف العالم والمنطقه اعتقد هو ده السبب. والفرق في 100 مليون درهم من سنه لسنه ده يعتبر فرق كبير ولا يعني عادي؟ يعني ما يعني لا يذكر باللغه الارقام. لا مش مساله كده، مساله انه انخفض، المفروض انه يرتفع. نعم. يعني عاده الارقام بترتفع من سنه لسنه، فكونها تنخفض نعم يبقى الناس ابتدى يبقى لها اهتمامات اخرى. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره بسنت فهمي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا. ونتحول مره اخرى الى
نتحول مرة أخرى إلى مؤتمر الأوقاف، مؤتمر الشؤون الإسلامية. معايا زي ما وعدنا حضراتكم الدكتور محمد البشاري، رئيس الفيدرالية الإسلامية بفرنسا وأمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي. دكتور بشاري، أهلا وسهلا بحضرتك. في رأي عام، هل التوصيات اللي احنا استمعنا إليها الآن من وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة يمكن أن تأخذ طريقا إلى التنفيذ يوما ما؟ المعاليه عندما دعا في هذا المؤتمر وفي هذه التوصيات دعا أننا ننتقل من هذه المؤتمرات التقليدية الروتينية من التنظير إلى العمل، وهناك عدة مبادرات سوف تقوم بها المجلس الوزارة ثم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أولا أنه نستمر والاستمرار في تفكيك الخطاب الديني المؤسس للفكر القتالي والفكر الإجرامي. ثانيا وضع مرصد يتابع ويخاطب ثم يرد على كل هذه الشبهات بلغات الاتحاد الأوروبي. وثالثا العمل مع البرلمانات، البرلمان المصري ومن خلال البرلمان المصري البرلمانات الأخرى، نعم، على تجريم الإرهابي الإلكتروني والدول الحاضنة له، ووضع اتفاقية ملزمة دولية لتجريم الإرهاب الإلكتروني. نعم دكتور، أنت رئيس الفيدرالية الإسلامية في فرنسا، كيف هو حال المسلمين في فرنسا سواء كانوا يعني مسلمين من أصول عربية أو غير عربية؟ أولى ضحايا الإرهاب هم المسلمون، والمسلمون كأقلية دينية وبشرية في هذه المجتمعات التي لا تفرق بين الإسلام المعتدل، الإسلام السمح، الإسلام التواصلي، الإسلام الحضاري، مع إسلام العصابات، الإسلام مختطر من طرف هذه العصابات وهذه الجماعات. المؤتمر كان فرصة لكل المفكرين والقيادات الدينية سواء من الشعوب الإسلامية أو من الأقليات الدينية الإسلامية خارج العالم الإسلامي أن تنقل وتكون هناك صرحة، علينا تحرير هذا الإسلام من هذه الجماعات. وبالتالي إن أي عمل إجرامي يؤدي إلى تزكية وتذكية الغربوفوبيا عند شباب الضواحي هذا سوف يؤدي في العكس إلى ظهور حركات الإسلاموفوبيا. اليمين متطرف الآن في تصاعد قوي، بل هناك تطرف اليمين المحافظ. فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية، نرى أن اليمين المتطرف وتطرف اليمين المحافظ وتطرف بعض الأحزاب اليسارية التي تأخذ قضية الإجرام وقضية العمليات الإرهابية كذريعة لها في زمن الفشل الاقتصادي وفي زمن فشل أي مشروع الآن يعني يمكن الأحزاب السياسية أنها تضاهى فيما بينها. الهولندا الآن على مقبل على انتخابات بعد يومين أو ثلاثة، اليمين متطرف جد قوي. إذن رياح ترامب الآن تعم أوروبا، وهذه سوف يؤدي إلى ظهور كتل التطرف العنصرية من جهة، يقابلها خطاب متشنج، خطاب استطاع أن يؤدلج الإسلام ويخرجه من روحه كدين، كممارسة شعائر تعبدية، كدين له من صفاته التواصل مع الآخرين وحب الخير وحب الخير لجميع الناس. وهل هذه المعركة الانتخابية يعني تبدلت أوراق اللعبة فيها عن المعارك السابقة؟ يعني في المعارك السابقة كنا نلحظ تودد من المرشحين إلى الجالية المسلمة في فرنسا، هل تبدل الحال؟ المسلمون في فرنسا تقريبا 11 مليون مسلم، 4.5 ملايين من لهم يحملون الجنسية الفرنسية، ودائما بين المرشح الأول والثاني يكون الفارق أقل من مليون. مسلمون في كل مدينة يفوق عدد ساكنتها 100,000 نسمة هم بين 17% إلى 21%، بمعنى أنك الجالية المسلمة أو الوجود الإسلامي قوة ترجيحية في الانتخابات القادمة.
لذا الاستثمار في الوعي وزيادة الوعي لهذه الجالية بأن المشاركة السياسية في صناعة الخير لفرنسا يجب أن يعم، ويجب أن نوقف هذه الفتاوى التجريمية التي تحرم علينا حتى المشاركة السياسية. لذا أنا أرى بأن الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات، وبدأت كثير منها الجلوس مع قيادات الجالية المسلمة بل السفر إلى بعض العواصم العربية من أجل أخذ شرعية أو مشروعية، إن كان ذلك على المستوى الديني أو إن كان ذلك على المستوى السياسي. نعم دكتور محمد، أخيرا وأنتم تتحدثون عن مواجهة الإرهاب، كيف تنظرون إلى المعركة التي يخوضها الجيش المصري، الشرطة المصرية، أجهزة الأمن المصرية مع الجماعات المتطرفة التكفيرية في شمال سيناء تحديدا؟ الجيش المصري يقوم بالحرب ضد الجماعات الإرهابية بالنيابة عن الشعوب العربية وبالنيابة عن الشعوب الإسلامية. لا قدر الله لو طغت هذه الجماعات على أرضنا في مصر الحبيبة سوف تعم الفوضى والبلبلة والفتن، وسوف يصل هذا الإرهاب إلى كل البلدان العربية والبلدان الإسلامية. فعمق وهذا التآمر الإجرامي على مصر، لأنها عمق العرب وعمق الإسلام بل الصدارة في الوسطية والاعتدال، ضربها معناه أنه ضرب هذه الشوكة التي تجمع وتقوي الأمة الإسلامية. فنحن نحيي هذا الجيش ونحيي بطولاته ونحيي الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وكل هؤلاء الشرفاء من أبناء مصر الذين يدافعون عن وحدة هذا البلد ويدافعون عن وسطية الإسلام. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد البشاري، رئيس الفيدرالية الإسلامية بفرنسا وأمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، شكرا جزيلا لك. نبقى في الأجواء الأوقاف والأزهر، الأروقة الأزهرية التي تعد أساس التعلم في الأزهر في القديم، حيث كان يخصص رواق للأتراك ورواق للشوام، رواق للهنود، وكان الطلاب يأتون لهذه الأروقة لتلقي العلم الأزهري فيقيمون إقامة كاملة بالجامع الأزهر، ثم يعودون لبلادهم وقد حملوا الشهادة الأزهرية. ثم توقفت الأروقة واستبدلت بجامعة الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلا أنه بعد تولي الدكتور أحمد الطيب مهام مشيخة الأزهر قرر الشيخ إحياء الأروقة من جديد، لكن بطريقة أخرى تشمل عقد دورات ودروس للوافدين والبراعم، بالإضافة إلى دروس متخصصة في العلوم الشرعية والعربية. نتابع هذا التقرير. أول شيء أحتاج إليه من متعلقات اليقين التوحيد، وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب. أدي التوحيد، بترجع للواحد أصل الأسباب، ولا تعترض بقلبك على ما يحدث من مخلوقاته. ثمرة اليقين ده إيه؟ اللي هو بالمعنى الثاني أن يستولي اليقين على القلب. ما ثمرته؟ ثمرته صدق المراقبة. هذه المكانة العريقة للأزهر الشريف في قلوب المسلمين جميعا وفي عقول الناس في العالم كله، إنما تعود في الحقيقة للرواق الأزهري الذي بدأ به الجامع الأزهر من أول يوم فيه كجامع وجامعة. فكان الجامع ليس للعبادة فقط وإنما للعلم. في أي وقت وفي كل وقت نحن نجلس ونستفيد بما في هذه الحلقة من علوم اللغة، وكذلك فيما يتعلق بدراسات الإسلامية من يعني تفسير والحديث وعلوم الحديث وأصول الفقه
فوالله نحن يعني من أروع أوقاتنا نقضيها مع العلماء هناك الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. نوجه رسالة إلى أن رواق القرآن الكريم هو الآن يعمل على حفظ القرآن الكريم وعلى نشر القرآن الكريم وعلى تحفيظ القراءات العشر الصغرى والكبرى، وأيضا هنا تمنح إجازات. الميم والواو والباء تخرج من الشفتين، أما الفاء فمن بطن الشفة. لما جينا نقول قمر فاكرين احنا قلنا بنمد الواو بنقول ايه؟ قمرون. مديت الواو صح؟ لازم تلين صوتك في أجزاء معينة زي إيه؟ وكف المصطفى كالورد نادي. بص بتقول بلين صح؟ طبعاً إحنا عارفين إن دلوقتي الشباب أهم حاجة وهم اللي بيبنوا الدولة بتاعتنا، والدولة المفروض بتطلع على أيدين الشباب دول، وبناءً عليه لما بنربطهم بجامع الأزهر وبنبدأ يعني ننمي مواهبهم، فأكيد أكيد إن إن شاء الله هيستفيدوا من الدورات التدريبية دي، وخاصة إن هم مستمرين فيها، وبنتمنى كلنا إنها تفضل مستمرة على طول. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي محلاه يكفي إنه شاف مولاه. سيدنا النبي محلاه يكفي إنه شاف مولاه. أروقة الأزهر كل ما يعني بقرأ شيء عن أروقة الأزهر وتاريخ الأروقة بفتكر مسلسل الأيام عن قصة الراحل العظيم الدكتور طه حسين، وإزاي لما كان صغير أبوه وداه إلى الأزهر، وإزاي كانت أول بداياته وأيامه الأولى في رواق الأزهر والمغامرات اللي حصلت له بعدها. شكرا جزيلا للزملاء على هذا التقرير. النهاردة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب اجتمعت مع أو استمعت لأكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومستثمرين آخرين لمناقشة تعديلات مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. طبعا كان في مناقشات كثيرة، يعني تكلم محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات، أيضا الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، وقالت أنه مشروع قانون الاستثمار الجديد لن يكفي وحده لجذب الاستثمارات، وطلبت بوجود حزمة من القوانين المتكاملة. معنا على الهاتف النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. أستاذ مدحت مساء الخير سيادة اللواء. ألو. سيادة النائب مساء الخير. مساء نور يا فندم. أبرز التعديلات التي قدمت لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. هو بشكل عام يعني معظم التعديلات اللي تقدم بها السادة المستثمرين النهاردة يمكن النواب اللجنة الاقتصادية كانوا غطوها بالفعل في مناقشتهم، لكن كان هناك بعض الإضافات، ويمكن الأبرز كان بوضوح شديد هو الحديث عن المناطق الحرة الخاصة بمعنى الشركات، يعني عشان يبقى المشاهد فاهم يعني في بعض الشركات الكبرى اللي هي بالفعل بتعمل إنتاج داخل مصر هنا بتخضع لنفس قواعد بتاع المناطق الحرة بشكل عام، بمعنى ان مستلزمات الإنتاج بتخش لها من الخارج معفاة من الجمارك، بيتم التصنيع ثم التصدير خارج مصر، وإذا كان هناك حصة بيتم تسويقها في مصر فبيتم سداد الجمارك عليها في المستلزمات الانتاج بالتحديد اللي هو الجزء المكمل اللي بيستورده من بره ويبتدي يسوقه في مصر.
في كثير من المستثمرين يعني طلبوا أن تستمر هذه الميزة في مصر أو هذا الشكل من أشكال الاستثمارات في مصر. ويمكن إحنا وعدنا بأن هيكون هناك اجتماع للجنة الاقتصادية مع كافة المستثمرين المعنيين بالمناطق الخاصة لسماع وجهة نظرهم، والحكومة أيضا لترد عليهم في حضور اللجنة الاقتصادية بحيث أن الأمور تبقى واضحة أمام الجميع. كان هناك الكثير طبعا من الملاحظات الأخرى اللي أثارها السادة المستثمرين، ويمكن برضو مش خرجتش فعليا عن أغلب الملاحظات اللي قالها النواب، بل بالعكس يمكن نواب اللجنة الاقتصادية كانوا أكثر تحمسا للمستثمرين في بعض الطلبات بالفعل، ويمكن أبرزها إن هيئة الاستثمار هي أن تكون صاحبة الولاية على الأراضي، أن يكون هيئة الاستثمار هي التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمر وليس جهات الاختصاص، طالما أن احنا اخترنا أن يكون هناك شباك موحد أو نافذة استثمارية كما هو مطلق عليها في هذا القانون. هناك بعض الملاحظات عن نسب الجمارك اللي بتحصل على مستلزمات إنتاج وخلافه، أعتقد بشكل عام كل ما تم إثارته كان سبق قبل كده إن نواب لجنة اقتصادية أثاروه، ولكن كان هناك بعض الإضافات في الصياغة وخلافه، وده كله تم تسجيله، وحيكون هناك أيضا لجنة استماع أخرى قريبا ان شاء الله مع الجهات الحكوميه المعنيه بتنفيذ هذا القانون. طب سياده النائب، انا يعني اريد ان اتوقف يعني ولو في عجاله مع الطرح اللي قالته الدكتوره عبله عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهوريه للتنميه الصناعيه، لما قالت انه يعني مشروع قانون الاستثمار الجديد لا يكفي وحده لجذب الاستثمارات، بل لابد من حزمه تشريعات وحزمه قوانين متكامله لعلاج ازمه تضارب التشريعات. وكأن الدكتورة عبلة يا سيادة النائب بتلقي بالكرة في ملعب مجلس النواب، ايه رأيك؟ لا، هو طبعا يعني كلام الدكتورة عبلة كلنا بنلمسه، كلنا بنعلق عليه، اي حد ليه في الشأن الاقتصادي بيقول بالتأكيد ان في النهاية هو مناخ الاستثمار هو الأهم. يعني احنا عندنا كم من القوانين بالفعل، بس عشان نبقى واضحين، عندنا كم من القوانين بالفعل اللي احنا بمعنية بالاستثمار في مصر، القانون رقم 17، القانون 159، القانون رقم 8، قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، قانون المناطق الحرة، عديد من القوانين المعنية بالاستثمار في مصر. لكن أنا دايما بقول أن العبرة بكيفية التطبيق على أرض الواقع. زي أنا هدي لحضرتك مثال بسيط، وأعتقد أنا قلته أكثر من مرة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية مؤخرا في مناقشة قانون الاستثمار، والدكتورة عبلة برضو أثارته وكثير من المستثمرين أثاروه، وهو المشروعات المتوسطة والصغيرة متلازمة الصغر. ما هو المشروع؟ ما هو التعريف الواضح والمحدد للمشروع الصغير والمتناهي الصغر والمتوسط؟ اللي كنا بنبحث عن استثمارات في مصر موجودة في هذه المشروعات، المفروض انها بتشغل في حدود 97% من القطاعين الرسمي والغير رسمي، ودي احصائيه عام 2010 كانت بحوث الشركة بحوث الاسواق هنا في مصر بتتكلم عنها. يعني حتى الان ما عندناش تعريف دقيق لهذه المشروعات، يمكن البنك المركزي بيطلع كل فتره تحديد لحجم التمويل او بمعنى ادق خلينا اقول حاطط حد مالي برقم، سواء قيمه الاستثمارات الراسماليه في المشروعات او حجم التداول او الراس المالي الاساسي للمشروع، كل دي مجرد اجتهادات. احنا ما عندناش حتى الان قانون محدد عشان اقدر ادي المشروعات الصغيره والمتوسطه الصغيره حوافز واقول المشروع ده يستحق بالفعل الدعم. اشكرك شكرا جزيلا النائب مدحت الشريف وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. النهارده وزارة الداخلية شنت حملات مكبرة استهدفت الطريق الدائري بنطاق القاهرة والجيزة والأليوبية لإزالة كافة التعديات على الطريق، وأيضا إزالة التعديات على مجرى نهر النيل. معنا الرائد أحمد الخضري من إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. سيادة الرائد مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي حضرتك الكرام. اهلا بحضرتك سيادة الرائد، كلمنا عن هذه الحملات، هل هي في اطار خطه معينه مستمره، ولا يعني مجرد يعني حملات جاءت في وقت معين؟
يعني في الحقيقة جهود وزارة الداخلية بكل أجهزتها هي جهود متواصلة وعلى مدار الساعة، بحكم طبيعة العمل الأمني وطبيعة الخدمة الأمنية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها للمواطنين. أمام بعض المشكلات وبعض الظواهر بتحتاج المسألة لنوع من التكثيف الجهود والتدخل الحال والعاجل. عندنا مشكلة الزحام، مشكلة المرافق العامة وإشغال الطريق. أمام كل ده كان في توجيهات مشددة من السيد وزير الداخلية ضرورة التصدي لعمليات إشغال الطريق وبحث أسباب المشكلة، مشكلة الزحام المروري والانسداد المروري خصوصا على الشرايين والمحاور الرئيسية زي الطريق الدائري. قامت حملة طبعا إلى جانب الجهود اليومية زي ما قلت لحضرتك، نظمت وزارة الداخلية حملة في نطاق القاهرة الكبرى، مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن الجيزة، مديرية أمن القليوبية. الحملة تركزت على الطريق الدائري باعتباره شريان مهم جدا جدا مروري. الحملة كانت لها شقين، شق متعلق بالمرور وضبط السير والتصدي لسلوكيات المرورية المخالفة، والشق الثاني كان متعلق بعمليات افتراش الطريق والإشغالات على الطريق الدائري. الحملة قامت منذ الأمس ومستمرة لمدة 10 أيام. ده مجرد تكثيف جهود، ولكن جهود وزارة الداخلية على هذا في هذا الإطار هي جهود يومية ومستمرة وعلى مدار العام بحكم طبيعة عمل الوزارة. يعني هل أفهم من كلامك يا ست رائد إنه خلاص يعني في خطة لعودة الانضباط إلى الطريق الدائري شريان، أحد شريان الحياة في طرق القاهرة؟ في الحقيقة أستاذ عمرو، يعني حضرتك تعلم وكل المواطنين يعلموا إن مسألة الزحام المروري أو المشكلة المرورية هي مشكلة مش أحادية السبب، صحيح إن أنا أتعامل مع السبب بإني أجنبه أو أنحيه وبالتالي المشكلة اتحلت. المشكلة فيها أكثر من عنصر وليها أكثر من سبب. المنظومة المرورية هي طريق ومركبة ومواطنين، سواء قائدي السيارات أو المواطنين مستخدمي الطريق. إحنا في هذا الإطار بنقوم بدورنا في ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات، ولكن في دور بنهيب بالشعب وبالمشاركة الشعبية أنها تساند أجهزة وزارة الداخلية في الاطلاع بهذا الدور. المشكلة المرورية من أحد أهم أسبابها مسلك العنصر البشري، السلوك الخاطئ للعنصر البشري. نعم. سبب جوهري وكبير جدا في هذه المسألة. احنا بنحاول ان احنا نقوم بدورنا، ولكن بنريد نوع من المساندة الإيجابية سواء من مستخدمي الطريق او من المواطنين. يعني على سبيل المثال، يعني افتراش محور زي الطريق الدائري شريان مهم جدا، لا يجوز بالاساس التوقف عليه او الانتظار عليه الا في الضرورة القصوى وبشكل معين. بلاقي سائق سيارة او خصوصا، يعني مع كل احترامي ولا اريد التعميم، بعض سائقي الميكروباصات بينزل الركاب في بحر الطريق. ده صحيح، ده صحيح. لا وحاجات تانية، ده احنا لو اتكلمنا عن الاشغالات وعن الممارسات الخاطئه ست رائد عايز لنا حلقتين ثلاثه. كتير يا فندم. احنا بنحاول نقوم بدورنا ازاء المشكله ديت، ولكن في دور مهم جدا بنعول على الشعب المحترم والمواطن المصري المحترم يساعدنا اطلاعا بهذا الدور. يعني افتراش الطريق الدائري، يعني حد ينصب نصب، عفوا في التعبير ولكن اقولها بالتعبير العامي، نصب شاي على طريق سريع، ده شيء غير 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 لائق وغير مقبول. يعني مش هنشوف الحاجات دي تاني على الدائري ان شاء الله. أنا يعني احنا بدانا الحمله وهي مستمره لمده 10 ايام الى جانب الجهود اليوميه والى جانب الخدمات اللي هيتم تعيينها عقب القيام بهذه الحمله ان شاء الله كنوع من المتابعه ان شاء الله. يعني الحيلوله دون تكرار مثل هذه. انا بشكرك السلوكية. شكرا جزيلا سياده الرائد احمد الخضري من قطاع واداره الاعلام والعلاقات بوزاره الداخليه، شكرا جزيلا لك. ونبقى في يعني خبر آخر. نائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلب من رئيس مجلس النواب استعجال الحكومة لإرسال ومناقشة مشروع قانون جرائم تنقية المعلومات، جرائم الإنترنت كما تسمى، للحد من الجرائم التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، سواء السياسية منها بالتحريض على العنف من خلال صفحات تدار في تركيا وقطر، أو الشق الجنائي فيما يتعلق باختراق صفحات
أو التشهير أو السب أو القذف عبر الصفحات الوهمية. معايا المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات. سيارة المهندس مساء الخير. مساء الخير يا سيادة المهندس. أهلا بحضرتك. أنا بحضرتك، إيه سبب تأجيل يعني عرض مشروع قانون الجرائم الإنترنت من وجهة نظرك؟ يعني حضرتك سهلت عليا وقلت وجهة نظرك، لأن هو التبعية مفيش سبب معين معلن. لكن هل المسألة صعبة؟ يعني هل المسألة صعبة لو أنت حاطط نفسك مكان أعضاء مجلس النواب، هل الإقدام على هكذا ملف صعب من وجهة نظرك؟ لا، هي الصعوبة بس بتيجي من حتة، يعني هي مش موضوع صعوبة بشكل وحيد أو بشكل محدد، لكن هي الفكرة إن إحنا محتاجين حزمة تشريعات متكاملة ومتزامنة، لأن أي صدور أي تشريع مجتزأ يتعلق بمناقشة جزئية وحيدة هيؤدي لمشاكل كبيرة جدا للأسف. يعني حضرتك عندك إجراءات تحديد ما يسمى بالأدلة الرقمية، ده شق. عندنا اجراءات تعريفيه للجرائم الحاليه، اسف الجرائم المستحدثه، ومقارنتها بجرائم العقوبات او قانون العقوبات اللي موجود فيه. فبالتبعيه انا محتاج اليات تكنولوجيه لضبط الجريمه، محتاج تفعيل لادوات ممكن تكون بتمس مقدمي الخدمه او بتمس الو سامعك يا فندم. معلش الصوت بيقطر. او بتمس شركات شركات المحمول احيانا. في حاجات بتخص المواطن، عندنا الرجوع للنصوص الدستوريه بتتكلم بحريه تداول المعلومات وما الى ذلك، وبناء عليه هي في بس صعوبه ان الموضوع ده هيمس قطاعات عديده في الدوله وفئات مختلفه المواطنين. بالاضافه ان احنا عندنا امور هتبقى بتتعمل للمره الاولى، فكره ان انت تبتدي تجرم اختراق لبريد الكتروني بالمسمى المباشر ليه كبريد الكتروني. طيب. او الاعلان عن معلومات او الافصاح عنها. طيب. اوكي يا باشمهندس معلش فضل. يعني السؤال، وانا عايز انتهز فرصه وجودك معانا، ازاي يعني احنا بنتكلم عن 1500 صفحه على الفيسبوك بتحرض على العنف بتدار من تركيا وقطر، ازاي انا اتعامل مع ده تقنيا؟ طيب بص حضرتك، لو احنا اولا انا ما اعرفش مصدر المعلومه الخاص بال 1500 صفحه، لكن انا اتصور ان هم ممكن يكونوا اكتر من كده بكتير، مش فقط 1500 صفحه. وبرضو إذن لي ان انا اقول ان ليس بالضروره ان الاداره فقط من تركيا وقطر، ممكن تكون اداره من دول عديده. تمام. انا كدوله لن استطيع ان انا اتعامل الا من الصفحات اللي بتدار من خارج مصر، من داخل مصر، من داخل مصر بس. من داخل مصر. الصفحات اللي بتدار من خارج مصر ايا كان مصدرها، ما فيش قدامي غير احد امرين او الامرين مجتمعين، اما اتفاقيات تعاون امني وبروتوكولات تعاون امني مع دول عديده لمحاوله ضبط الاشخاص دول. وطبعا لو انت ما فيش بينك وبين هذه الدول وفاق، اكيد مش هتقدر توصل لي ان يحصل نوع من تسليم المجرمين او تحديد القائم على هذه الاعمال المخالفه للقانون. الحاجه الثانيه ان ويمكن ده موضوع انا تحدثت فيه كتير واتكلم فيه العديد من المتخصصين، وهي ضروره وضع ضوابط لخدمات الفيسبوك، بمعنى ان انا عايز النهارده فيسبوك يتعامل مع الدوله كدوله كمؤسسه. نعم. يعني انا مش بتكلم ان الفيسبوك يتعامل مع جهه امنيه ولا الفيسبوك يتعامل مع مثلا قضية محددة، أنا عايز آلية تعامل حينما ترغب الدولة ككيان بشكل مقنن إنها تسأل على معلومات معينة في موضوع مجرم بشكل واضح. إيه معنى إن الفيسبوك يسيب صفحات سايبة صور لعمليات تفجيرية؟ أنا مش بتكلم حاليا في حرية رأي أو تعبير سياسي، أنا بتكلم إيه معنى إن فيسبوك لما تبدأ تسأله مين اللي بيدير الصفحة دي، صفحة فيها صور وفيديوهات لتفجير أو عمليات تفجيرية، ففيسبوك يرفض أو فيسبوك يتجاهل. نعم. الكلام ده طبعا ده كلام غير مقبول وغير مبرر. نعم. ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا محتاجين نوع من الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي في فكرة التعاون مع الدولة ككيان فيما هو مخالف قانونا. نعم. ويمكن انا باكد على المعاني دي عشان ما يلتبس الامر في موضوعات الراي والخلاف السياسي والكلام ده، انا بتكلم على صفحات بتنشر فيديوهات لعمليات ارهابيه. مفيش اي منطق في العالم يقول ان انت المفروض لما تسال مين اللي ورا الصفحات دي يقول لك دي حريه شخصيه. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا، موضوع مهم جدا. المهندس عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات، ربما نعود الى هذا الموضوع في اطار مناقشه موسعه وتكون حضرتك ضيفنا باذن الله. مهندس عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات. طيب خبر مختلف شويه.
دكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، لا الأسبق، الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي، ظهر النهاردة في أسوان حيث ترافع عن أحد المتهمين في قضية محالة من محكمة جنايات كوموندو بأسوان مخدرات، متهم بها 3 أشخاص. أعتقد حضراتكم شايفين دلوقتي صورة الأستاذ والدكتور فتحي السرور، والناس بتاخد معاه سيلفي، وكالعادة يعني عندما يظهر أحد رموز عهد الرئيس الأسبق مبارك، سواء كان نجله علاء أو نجله جمال أو أي وزير سابق كان له يوما ما شن ورنا زي ما بيقولوا المصريين. احنا شايفين صور السيلفي مع الدكتور أحمد فتحي سرور اللي ترافع النهاردة ومارس وظيفته في الدفاع في المحكمة. إلى خبر آخر، محمد، هو ده اخر تقرير يا جماعه معانا، محمد عبد الوهاب، مش الموسيقار محمد عبد الوهاب الله يرحمه، لا ده محمد عبد الوهاب تاني، محمد بينج زي ما بيطلق عليه. محمد ده عازف ساكسفون، عنده هوايه من نوع خاص، هوايته انه يتمشى في الشوارع وفي الميادين في القاهره علشان يعزف مقطوعات موسيقيه ويعزف بعض الاغاني الشهيره لام كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهم. محمد بدا مشوار طويل في رحله العزف بجميع شوارع وميادين القاهره، دلوقتي مستقر في ميدان الحلميه، اللي عايز يسمع عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب يروح ميدان الحلميه عند شريط الترماي القديم، لا مش جنب بيع العصير، مفيش بيع عصير هناك، علشان يسمع مقطوعات رائعه من عزف الساكسفون محمد عبد الوهاب او محمد بنج. هنسيبكم مع هذا التقرير، وبعد التقرير باذن الله هناخد فاصل، بعده هنرجع نقدم فقرتنا الاولى الخاصه بالثانوية العامة، ماذا سيفعل طلاب الثانوية العامة مع قرار شرط حضور 85% من أيام الدراسة لدخول الامتحان؟ وليه الوزارة وضعت هذا الشرط رغم أنها عارفة ومتيقنة أن المدارس خالية من طلاب الثانوية العامة؟ هتكون عندنا مناقشة مستفيضة مع كل الأطراف، وفي انتظار مشاركتكم على التليفون اللي هيظهر على الشاشة أو عبر صفحتنا على فيسبوك وحسابنا على تويتر. أسيبكم مع محمد عبد الوهاب آخر عازف الساكسفون أو محمد بن. محمد عبد الوهاب مرسي، وشهرتي محمد بنج او محمد ساكس، انا من مواليد محافظه الجيزه، بس جيت المطريه وانا طفل، جيت المطريه طفل رضيع، والدتي كانت جايباني شايلاني، كان الكلام ده طبعا من حوالي 60 سنه. ابتديت رحلتي مع الاله من سن 16 17 سنه. كنا زمان واحنا شباب صغير بنشتغل في افراح ومناسبات في المنطقه هنا، طبعا دي كانت منطقتي ودايرتي، دي البدايه بتاعتي. فكنا بنعمل مناسبات وافراح هنا في المنطقه زمان، فكان معانا عازف ساكسفون، فابتديت اعشق الاله بقى، يعني ابتديت اشتغل عليها معاهم واتمرن وكده، يعني مع موسيقيين بقى وناس حبايبي، لان انا بزمر، المفروض ان انا بزمر سماعي مش نوته، من بدايتي، من بدايه ما كنت لسه شاب 16 زي ما قلت لحضرتك 16 17 سنه. وابتديت اشتغل بقى على مسارح واعمل حفلات خاصه وعملنا فرقه زمان اسمها، كانت فرقه اسمها فرقه الاحباب، مجموعه كده كنا عاملينها، وكنا بنقعد بيها على قهوه جابر اللي في المطريه عندنا هنا في مساكن شجره مريم، دي زمان الكلام ده من عشرات السنين. ودي كانت رحلتي بقى مع الاله، وسافرت تونس واشتغلت في محافظات، ويعني عملت شغل كتير بيها على مدار سنين عمري يعني. موضوع ان انا
كان ليا شاب ابني البقاء لله وربنا يا رب لا يكتبها لا على عدو ولا على حبيب. ده ما اتوفى مني من حوالي 12 سنة. فده اللي دمر حياتي كلها. فده مات من 12 سنة. من التاريخ ده أنا اعتزلت كل حاجة. قعدت فترة ما بشتغلش في المزيكا وابتديت أغير نشاطي. واشتغل بقى في مهن وفي تجارة وحاجات كده. لحد ما يا جماعة حبايبي قالوا لي ارجع للشغل و... يعني إيه معلش. يعني دي مش نهاية العالم يعني أنت مش أول ولا آخر واحد في الدنيا. فده كان سبب نزول الإشارات. يعني أنا كان قدامي طريق من اثنين. يا إما أقول الحقوني أنا بغرق. يا إما أقول اسمعوني أنا بعزف. فلو كنت لجأت لطريق الحقوني انا بغرق انا هقف في الطابور بقى والطابور طويل وفي الاخر هغرق مع الغرقانين ولا حد هيسمعني ولا حد هيقول لي انت فين وحضرتك ادرى الناس بالكلام ده. انا مواطن مصري وبحب بلدي ببساطه والسيد الرئيس يعني انا بصراحه ما مش لها مش هلقى كلام اقوله لان ربنا يقوي الراجل ويعينه على الشعب بتاعه ويعينه على بلدنا. الحمد لله حقن دم كتير وما شفناش منه غير كل خير يعني الراجل بصرف النظر عن حالتي او حاله غيري يعني. وبالمناسبه يعني الم كل الكلام ده في سلام جمهوري للسيد الرئيس اللي هو ايه تحيته يعني. الاستاذ محمد صديق وعيشه عمر المنطقه طبعا اعرفه من يعادل 25 سنه. هو فنان قدير وحلو وبصيتنا وبصيت الناس كلها ويعني بس تحب نسمع منه عبد الحليم عبد الوهاب واخص ام كلثوم. انا على فكره جميع الاشارات يعني في اشارات كتير عارفاني يعني انا بتجول في الاشارات يعني انا ايه عازف متجول يعني تقدر تسميني كده ايه موسيقي متجول بس ببساطه يعني ما بين الاشارات. لكن لما لجأت لله عز وجل ومسكت طريق اسمعوني انا بعزف هتسمع زي ما احنا قاعدين القعده دي انا بزمر في الشارع جهرا كل الفئات سمعاني جميع الاوساط سمعاني انا في الشارع ببساطه يعني والمستمع مش ساذج عارف بيسمع ايه. ما انا يا موسيقي وبزمر ده شغل هبل وشغل جنان بقى. فطبعا المستمع مش ساذج يعني يا ناس هتسقف لي يا هيتريقوا عليا حد يقولي بالطوب انا بتاع مزيكا لا لان دي المهنه معلش يا استاذ المهنه دي يا يا لا ما فيهاش وسط يعني يا موسيقي يا لا. في الفقرة الثانية من حلقة اليوم في رأي عام. الثانوية العامة الصداع المزمن للجميع للطلاب لأولياء الأمور للمدرسين للحكومة ولكل أجهزة الدولة. وكل ما وزارة التربية والتعليم تحل مشكلة أو تحاول تحل مشكلة بتظهر على طول مشكلة تانية. قبل كده كانت الثانويه العامه سنه واحده وبعدين بقت سنتين وبعدين رجعت سنه. مشكله الغش، مشكله تسريب الاسئله والاجابه اللي ظهرت بشكل عنيف السنه اللي فاتت. الوزاره حاولت حلها بنظام البوكلت وده عباره عن دمج ورق الاسئله في كراسه الاجابه في كراسه واحده ومش عارفين هذه العمليه هتجيب نتيجه السنه دي ولا لا. لكن في مشكلة كبيرة ما حدش بيحاول يحلها، يمكن الوزارة مش واخدة بالها منها وهي مشكلة الحضور والغياب. الطلبة في سنة ثالثة شبه مقاطعين للمدرسة. علشان إيه؟ علشان يوفروا وقت يذاكروا أو ياخدوا دروس. الوزارة اشترطت حضور الطالب 85% علشان يقدر يدخل الامتحان.
طبعا المسألة دي يعني مسألة معقدة، علشان كده احنا قررنا النهاردة نفتح هذا الملف ونناقش القضية بالتفصيل مع كل أطرافها ما عدا طرف غايب هو وزارة التربية والتعليم، اللي للأسف رفضت ترشح أي مسؤول للظهور في هذه الحلقة. أكرر، الطرف أو أحد الأطراف الأساسية وهي وزارة التربية والتعليم رفضت أنها ترشح لنا أي حد يتكلم في هذا الموضوع النهاردة. لكن عموما أنا سعيد جدا بحضور ضيوفي الكرام في الاستوديو. إيمان طلعت، الطالبة بالصف الثالث الثانوي، أهلا بك إيمان. أهلا بحضرتك. الأستاذ طلعت رسلان ولي أمر الطالبة إيمان، أهلا بحضرتك أستاذ طلعت. الأستاذ محمود البواردي معلم لغة فرنسية بالمرحلة الثانوية، أهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا. وسيادة النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا وسهلا. برحب بحضراتكم جميعا، لكن قبل ما نبدأ مناقشتنا نشوف رأي بعض طلبة الثانوية العامة في قرار نسبة الحضور. الحضور أولا ده عليه درجات في يعني بتفيدنا في الدرجات لما نيجي في الشهادة وكده، وبنستفيد حتى من المدرسة من المدرسين لما بيجوا يشرحوا في المدرسة في الحضور، يعني من كتر ما أحضر وكتر ما أخد مواد أكتر وبستفيد أكتر من الحضور. نسبة الحضور كويسة طبعا عشان الحصص كنت يعني مظبوطة، نفهم من المدرسين الحصص، والغياب هيأثر معانا والدرجات، المدرسين تبقى واخدة حقها، لازم تعتمد على الدروس. الدروس مش كل حاجة طبعا. يعني ايه نسبة حضور 80%؟ واساسا يعني المدرسة ما بيدخلهاش ناس كتير، لان ما فيش تعليم كويس، والمدرسين ما بيشوفوش شغلهم كويس. انا مش قصدي يعني، بس المفروض ان يبقى التعليم اهم حاجة. طبعا بحضر، والاحسن الحضور طبعا عشان الامتحان ما ينفعش نغيب كتير عشان نعرف نخش الامتحان. بس يعني لازم نحضر عشان نستفاد كمان من المدرسين والحصص ونعرف نحل في الامتحان، مش لازم نعتمد على الدروس. يعني انا بغيب كتير بس يعني احسن للغياب عشان اعرف اطبق دروسي في البيت، برجع من المدرسه ببقى تعبان خالص فبديش المذاكره حقها. لما ببقى غايب ببقى فايق وبعرف اركز واعرف اذاكر عدل واقعد وقت اكتر في المذاكره. طبعا هم لازم يعملوا كده عشان يعتبر في الطابور ما حدش بيقف الصبح اصلا، يعني في الطابور نسبه الحضور في الطابور وفي المدرسه يعني ما فيش، فاكيد هم عملوا كده عشان يزودوا عدد حضور الطلاب. هو كويس ومش كويس، يعني كويس ان احنا ممكن عشان ناخد درجات زياده تساعدنا في الامتحانات والدرجات بتاعت الامتحانات، مش كويس ان ممكن مثلا حد زي عنده ظرف الكلام ده كله ممكن قاعد بيذاكر في البيت وبيستفاد من البيت، يعني في صح وغلط. ترد حد مثلا عنده ظرف غاب 80% ما يحضرش الامتحان، طب هو كان بيذاكر مثلا قاعد بيذاكر، يعني هو كل واحد حضرتك يعني وراحته هما بقى فرضينها علينا. لكن الاحسن انا من رايي انا الاحسن ان انا يعني ايه عادي، مش ما فيهاش حاجه، مش لازم اجي يعني، حتى لو قاعد في البيت ما حضرتك انا كده كده بذاكر. إذن الثانوية العامة ونسبة الحضور والامتحانات والصداع وبعبع الثانوية العامة اللي لسه موجود في بيوت عديدة في الجمهورية، زي ما شفنا حضراتكم آراء متباينة من طلاب المرحلة الثانوية. طيب خلوني مرة تانية أرحب بضيوفي وأبدأ معاكي يعني إيمان، أنت يعني أصل المشكلة زي ما بيقولوا، مش أنت بالتحديد ولكن بتمثل طبعا يعني الفئة المتضررة زي ما بتقولوا أنتوا زي ما بيقولوا زمايلك. إيمان أنت في مدرسة حكومية ولا خاصة؟ لا حكومية. حكومية. أنت أدبي ولا علمي؟ أدبي. طيب قولي لي كده بصراحة كده يعني محدش سمعنا، نسبة حضورك قد إيه في الكلية؟ حوالي 15 يوم. سوري، في المدرسة. في المدرسة إن شاء الله في الكلية بإذن الله. إن شاء الله. حوالي 15 يوم من أول السنة. 15 يوم من أول السنة، طيب ليه ما بتروحيش؟ بصراحة أنا بالنسبة للمدرسة اهدر وقت على الفاضي. ليه؟ مش كل المدرسين بتشرح، يعني احنا في جزء بيشرح عشان ما انكرش ده، بس الجزء الأغلب ما بيشرحش. وال 15 يوم اللي رحتيهم دول عشان تشوف أصحابك وصحبتك؟ لا كنا في الأول بس. في الأول بس اغلب المدرسين بصراحه ما فيش شرح، لان هم نفسهم مش لاقيين تجهيزات، يعني احنا 70 بنت في الفصل ما فيش مروحه واحده. كام واحده؟ 70 بنت. 70 ما فيش مروحه. مدرسه ايه؟ عائشه ام المؤمنين. فين؟ في شبرا الخيمه. شبرا الخيمه 70 في الفصل ما فيش مروحه.
في تكييف؟ لا خالص. طيب مش عارف استاذ طلعت، يعني حضرتك ولي امر الطالبه ابوها، لما بتشوف او لما بشوفت ايمان بدات انها تغيب عن المدرسه، كنت بتقول لها ايه او ايه رد فعلك؟ لا هو في بدايه الامر كنت بنصحها انها لازم تروح المدرسه تنتظم تعمل اللي عليها اللي ربنا يقدرها عليه، لكن مع اعتقاد المروح وانها ترجع مرهقه اخر اليوم مفيش تحصيل، تلجا بعد كده بعد الساعه 2 تبدا في الدروس. طب ليه مفيش تحصيل؟ يعني حضرتك مريت بتجربه الثانويه العامه؟ كلنا مريت بتجربه الثانويه العامه، المدرسين كانوا بيتفانوا في الشرح وما كناش نقدر نغيب ايام ايام حضرتك. لا ايام حضرتك ده صغير، هو سنه صغير. لا 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 انا عجوز يا ساتر. يعني برضه الكثافه داخل الفصل بس تجاوز 30 طالب. 30 طالب النهارده حضرتك سمعت تقول 70 طالب في الفصل. يعني متفهم انها ما بتروحش للمدرسه؟ انا متفهم ده لان انا عازر نفسي، المدرس نفسه انا عازره. لان هو وقت الحصه عشان يقدر يشرح ويصحح كتب ويصحح كراسات ويسمع الاولاد او البنات ويراجع لهم دروسهم، الوقت ضيق جدا عليه، فهو بيلجا انه يعوض ده في المراكز بره في الدروس الخصوصيه، عشان اولا طبعا ظروف ماديه، ثانيا انه بيزود معلومات الايه الاولاد بره في الايه في الدروس. دي وجهه نظري. ان طيب استاذ محمود بيضحك او بيبتسم. زود دخله يدافع بقى، عايز استاذ محمود يدافع عن عن نفسه، لان هي السبب الاساسي مدرس ما بيشرحش. طيب هو ده هو الكلام اللي قالته ايمان؟ لا والله يا محمود بيه انا عايزك تدافع، لان انا مش متفق مع وجهه النظر. استاذ محمود ايمان بتقول ان المدرسين ما بيشرحوش، ولي امر ايمان بيقول لك انا متفهم بنتي ما بتروحش المدرسه ليه؟ هو حضرتك نسبه الحضور بتبقى في اول السنه بتتراوح بين 40% ل 60%. يعني ال 70 دول بتلاقي حضرتك في الفصل معاه 35 30، النسبه دي بتقل. بقول لك ما راحتش الا 15 يوم. ما هو ال 15 يوم دول انت بتلاقي كل يوم 35 او 20 غير للتانيين. فانت بتحاول ترضي الجميع، لكن حضرتك انا بشرح في الفصل احسن من السنتر، لان انا السنتر بيبقى قاعد قدامي. صح. الكلام ده متذاع في الضرايب ولا حاجه؟ لا 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 100 يعني واحد بيبقى قاعد قدامي في السنتر اكتر من ال 70 دول، حط عليهم 3 4 70ات تاني. تمام. طالب مش شايفني وطالب ماسك مايك يعني ماسك مايك وطالب سامعني بس هو مش شايفني، بس احنا اللي عملنا في نفسنا كده. ازاي؟ ليه بقى؟ لان هو الطالب جاي للمدرسه هو مش مقتنع بالمدرس، رغم ان المدرس بتاع المدرسه ممكن يكون هو نفس. طب استاذ محمود يعني السنتر. ايمان بتقول ان عندها يعني 70 طالبه في الفصل، حضرتك بتقول في السنتر اضعاف هذا الرقم، ليه طالب بيروح للسنتر وما بيروحش المدرسه؟ هو زي ما قالت ايمان كده، هي بتلاقي في السنتر مروحه وتكييف، حاجات هي حاجات فرعيه، وبس المروحه والتكييف والدنيا. يعني هي المروحه بتلاقي متابعه شويه. طب احنا نسالها ايمان، هي بس المروحه ولا المدرس ما بيشرحش زي ما انت قلتي في الاول؟ لا بصراحه مش كل مدرسين. عايزه تتراجع عن اقوالك. لا 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 مش كل مدرسين المدرسه بيشرحوا او بيشرحوا شرح على اساس انك واخده بره قبل كده. اوكي. فمش شرح كامل، يعني انا بره بلاقي الشرح كامل، في المدرسه لا. بس بالعكس في سنه اولى وفي ثانيه كان نفس الحكايه. لا انا كنت منتظمه في اولى وثانيه. والمدرسين كانوا نفس الحكايه؟ لا كان في جزء بيشرح وجزء لا، بس في ثالثه زاد الموضوع لان هم عارفين ان احنا ما بنروحش. طيب يعني احنا سمعنا دفاع الاستاذ محمود بعد ما سمعنا وجهه نظر ايمان وولي امرها. البرلمان لجنه النواب، لجنه التعليم في مجلس النواب، وحضرتك ست نائب وكيل هذه اللجنه، نحن الان امام معضله، يعني الوزاره الان تشترط حضور. اولا احنا مش قدام معضله. 85% نسميها قدام معضله ولا حاجه. نسميها ايه؟ اسميها ان احنا بنغير المنظومه للصالح العام. تمام. بنغير المظلومه، احنا مش عايشين منفردين في الدنيا، لا احنا عايشين وسط العالم، وسط تجارب دول نجحت، واحنا معلش كلنا كده، احنا الكبار كلنا رحنا المدارس. صحيح. وما كناش بناخد دروس وعارفين قد ايه. وبعدين تصديقا على الاستاذ محمود، استاذ محمود بيقول لك انا قاعد في السنتر قدامي 100 120 واحد، يعني كثافه الفصل مش هي المعيار. يعني انا عايز اقول هو ده بقى مرض، يعني الدروس الخصوصيه بقت مرض اجتماعي موجود، ثقافه شعبيه. وانا بقول اولياء الامور هم المشكله عندهم اكتر من الاولاد،
لان الولد برضه صغير الان مش عنده الابعاد، الدنيا الصوره مش واضحه. لكن احنا مرينا بالتجارب دي وفاهمين كويس الامور دي. هل انا بودي الـ يعني برضه احنا انا عايز عمليه تعليميه متكامله. المدرسه ما بتديكش الفيزياء والكيمستري، لا المدرسه بتدي شخصيه، بتبني تحط قالب على قالب على قالب. ده المفروض احنا ده المفروض يعني الذي يجب ان يكون. انا عايز اقول لك ان في بلد من اوائل البلاد على مستوى العالم في التعليم زي فنلندا، متوسط الفصل متوسط عدد الطلبه في الفصل بيعدي ال 65 طالب. فاذا موضوع عدد الطلبه في الفصل دول ده مش معيار، ولكن انا معاه. انا لسه كنت بره على بنتكلم على تاهيل المعلم. ولذلك احنا بادئين برنامج قلنا المعلمون اولا. احنا عايزين نبني المعلم، نديله حاجته واحتياجاته، كافيه ماليا وصحيا واجتماعيا، ونغير الصوره المجتمعيه عن هيبه المعلم. لازم يعود المعلم للمدرسه اولا عشان الولد يرجع للمدرسه. فاحنا منظومه، معلش الاجراءات اللي احنا بنعملها السنه دي، الوزير جه الراجل المحترم الدكتور طارق شوقي، وهو راجل على علم وقعد في اليونسكو 20 سنه اكيد طبعا، ومطلع على التجارب الدوليه والعالميه. والجميع تفائل بقدوم ومتفائلين كلنا طارق شوقي، متفائلين كلنا بهذا الرجل. احنا في لجنه التعليم سعداء بالفكر، ولقينا فكره يعني متماشي او ماتشنج مع فكرنا احنا اللي كنا عايزين نعمله. مع احترامنا للوزير السابق اجتهد واشتغل وعمل، لكن احنا عايزين نخرج بره الصندوق، يعني بره القوسين دول ضروري نشتغل، لان احنا عندنا منظومه بقالها يمكن 40 50 سنه بيتخبط فيها في تخبط كامل، وهو ده اللي وصلنا للمرض الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه. رهبه الولاد من المدرسه واحساسها وعدم الثقه في المدرسه. طيب. وعدم الثقه في المدرس، وخوف اولياء الامور من المدرسه، وهو متخرج من مدرسه وتعلم في المدرسه. ومدرسه ايه؟ مدرسه اميري حكومي. طيب. وما كانش بياخد دروس، لكن دلوقتي يقول لك لا المدرسه لا. طيب. ليه؟ عشان أنا ما وصلت اليه المدرسه والمدرس والمعلم والمبنى والتجهيزات ونظام الامتحانات، فكل المنظومه التركيبه كلها لازم نتفق كلنا ان هي غير مرضيه بالمره. لا. طيب واحنا بنناقش هذا الموضوع المهم لمئات الالاف من الاسر المصريه، بذكر حضراتكم بانه بامكانكم المشاركه في هذا النقاش. في ارقام هتظهر دلوقتي، ظهرت بالفعل على الشاشه، ارقام ارضيه وارقام موبايل واس ام اس، وأيضا صفحتنا على فيسبوك وحسابنا على تويتر. يعني نحن سعداء باستقبال أي استفسارات توجهونها إلينا. إيمان، أيضا أرجع لك إلى مسألة الـ 85% نسبة الحضور. طب أنت هتعملي إيه دلوقتي في قرار من الوزير بأنه نسبة الحضور لا يمكن أن تقل عن 85%؟ هتعملي ايه؟ هو المفروض القرار كان ينزل من اول السنه، بحيث ان احنا لازم نلتزم. دلوقتي ممكن يطبق السنه الجايه صح؟ انما احنا دلوقتي خلاص احنا في اخر الشهور، يعني احنا هننزل الاستمارات وبالتالي ما حدش هيروح تماما. فما بقاش ينفع نعوض خلاص. ما بقاش ينفع نروح دلوقتي. طيب اسمحي لي هاخد يعني اول مكالمه من الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم في وزاره التربيه والتعليم. دكتور رضا مساء الخير. اهلا بخير استاذ عمرو، ازيك؟ اهلا بحضرتك. انتوا ما رضيتوش لا تيجوا لنا في البرنامج يا دكتور رضا. والله انت شايفنا لسه في الشغل اهو. ربنا يكون في العون. طيب دكتور رضا، يعني وجهه نظر الوزاره في مساله يعني اشتراط نسبه 85% نسبه حضور للطلاب كي يستطيعوا تاديه امتحان الثانويه العامه، هل شايفين انه ده شيء واقعي في ظل المشاكل، في ظل الشكاوى اللي بتتردد على ألسنة الطلاب واولياء الامور من تدني مستوى العمليه التعليميه داخل المدرسه ولجوء الطلاب الى الغياب لتعويض كل ذلك؟ استاذ عمرو، هو ده قانون مش قرار وزاري. قانون يعني اساسا ال 85% دي قانون التعليم اللي محددها
وليس قرار وزاري. صحيح. الموضوع من زمان جدا من ايام القرار الوزاري 139 اعتقد القانون قصدي القانون نعم. التعليم نعم صحيح. وطبعا في انا بقى يعني في قانون احنا عاملينه مقترح جديد وموجود سيادة اللواء هاني هو يقدر يكلمك بقى لان هو فعلا بقى موجود في مجلس النواب دلوقتي. تمام. بس فده ليس قرار وزاري ولكنه طيب. قانون التعليم. انتم في الوزاره يعني عايزين تفعلوا هذا القانون اللي هو موجود فعلا واحنا اصلا يعني اتعلمنا ودرسنا في الثانويه العامه وكنا يعني بنطبق هذا القانون. هذا القانون لا يطبق الان، ما هي الاليه التي تقترحونها في الوزاره دكتور رضا علشان يطبق هذا القانون ويعاد تفعيله؟ ما فيش حاجه اسمها ما يطبقش. المدرسه احنا بناخد غياب الكتروني. تمام. والطالب اللي يتجاوز غيابه او نسبه حضوره اقل من 85% اول 15 يوم الاول 15 يوم متصله بيفصل ويعيد قيده او 30 يوم متقطعه برضه بيفصل ويعيد قيده. طيب. له الحق ان يعيد قيده. طب معلش انا اسف يعني بس ايمان انت اخر مره رحت المدرسه امتى؟ اول الترم الثاني خالص. يعني من كام؟ مش عارفه يمكن من شهر ونص مثلا. ما رحتوش يعني كده ايمان بلغت عن نفسها كده مش هتدخل الامتحان؟ تشوف المدرسه بتاعتها ومسجله غيابها بس فندم يا دكتور يعني ايمان مش الوحيده في الجمهوريه وحضرتك عارف كده كويس. بص يعني حضرتك يا استاذ عمرو ده قانون وما حدش يختلف على القانون لازم يعني ده لو طبق القانون ده يا دكتور يمكن مش هيدخل امتحان الثانويه العامه السنه دي 75 شخص. لا 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 بيعاد قيدهم يعاد قيدهم بس يعاد قيدهم وسياده اللواء بياكد لك هيحرموا من قيادات عسكريه يعني بالنسبه للبنات ما اعتقدش في مشكله هيعاد قيدها وتبقى بالظبط كده لكن الولاد هيتحرموا من التقديم في الكليات العسكريه فقط يعني ده يعني اعتقد ان في برضه في امباكت في نيجاتيف امباكت عليهم لكن انا عايز اقول للولاد طبعا هو يعني ده قانون زي ما قال الدكتور رضا وهو حبيبي وصديقي وزميلي واحنا اصحاب رساله مع بعض يعني ان شاء الله ربنا يقدرنا على تقديمها ان شاء الله للمجتمع لان المجتمع في كارثه وازمه وهو مشكله التعليم هي الازمه الاولى المجتمعيه في مصر التي تؤثر على حركة المجتمع كله وحركة الدولة المصرية خطوة للأمام. تمام. أنا بس عايز أستغل فترة وجود يعني دكتور رضا معايا على التليفون يا سيادة النائب وعايز أسأل يعني طيب ماشي 85% نسبة الحضور إيه الإجراءات التانية اللي مش هتجبر الطلاب لا إحنا عايزين نحبب الطلاب أنهم يروحوا إلى المدرسة يا دكتور رضا ان شاء الله احنا في خطتنا القادمه هتلاقي حاجه مختلفه موضوع خالص. تاني معلش نعم زي ما الدكتور رضا بيقول احنا الفتره يعني دي مرحله انتقاليه لغايه لما نخلص السنه دي تمام السنه الجايه زي ما بيقول الدكتور رضا هنلاقي موديل مختلف طيب يكلمنا الدكتور يكلمنا الدكتور رضا الموديل ده يعني ملامح هذا الموديل اللي بيقول عليه سياده النائب هاني لا هو ملامح ده هيعرض في على الرئاسه وبعدين يعلن بعد كده يعني او قصدي يعني مش ملامح يعني ادينا ما هي الخطوط العريضه دكتور رضا فكر. طب خليني بس اساله سؤال واحد بس يا دكتور يا سياده النائب يا دكتور رضا يعني الان هناك سياسه مختلفه نقدر نقول عن سياسه الوزاره في المرحله السابقه كيف سيتغير بنشكل الاطار العام لهذا الشكل وان شاء الله يعرض في مؤتمر كبير باذن الله طيب هل الطلاب اللي هم السنه دي اللي متقدمين لامتحان الثانويه العامه هيتضرروا ما هي كل مرحله انتقاليه لها يعني متضررين ليها هل طلاب الثانويه العامه السنه دي هيتضرروا من هذه التغييرات او هذه التطورات لا ابدا الثانويه العامه الحاليه قائمه بشروطها واحنا معاهم قلبا وقالبا وزي ما بقول لحضرتك الطالب اللي غاب يروح يعيد قيده في المدرسه طيب ونظام البوكليت ده يعني هو طبق هيطبق السنه دي يعني خلاص يعني طبعا يعني هو ده هو مش بوكليت بالمعنى هو كان بنج كراسي الاسئله في ورقه الاجابه ما هو خلاص اصبحت التسميه شائعه دلوقتي بوكليت خلاص وهو كذلك بوكليت انا مش عارف مين يسميها وكمان هنجيب اسئله اختياريه جوه الاسئله وده هتبقى حاجه فيها يعني اريحيه للطلاب اكتر يعني هو كده الوزير وافق على هذا هل هذه الخطوه
هتحد ولا هتمنع من المشكلات اللي حصلت او تكرار المشكلات اللي حصلت السنه اللي فاتت يا دكتور رضا؟ انا امل انها تمنع، لكن هي انا بقول انها تحد من الغش. انما مساله تسريب الاسئله دي بعد الامتحانات وكده مش هيحصل استاذ عمرو. هو التسريب حاجه والغش حاجه. التسريب ان الامتحان يطلع قبل ميعاده، ودي في هناك جهه سياديه تتولى الطباعه. اما الغش ان ولد او طالب يشير ورقه او يغش من زميله داخل اللجنه، ونظام البوكلت هو واحد من الاليات المعموله للحد من الغش داخل اللجان او خارجها. تمام. طيب ارجع برضو في سؤال اخير ومعلش استحملني، مساله انه يعني هناك قناعه شبه تامه، احنا ما بنقولش بنسبه 90 او 100%، ممكن تكون 90%، الله اعلم، يعني ايمان هي اللي تقدر تحدد، انه المدرس في المدرسه ما بيشرحش، فعلشان كده الطالب ما بيروحش. ولو كنت انا غلطان ايمان صحح لي. خلينا بس نقول يعني بلاش نعمم، لان التعميم مش مبني على دراسه، هو انطباعات، وانا يعني التعميم ظالم في الحقيقه يعني. تمام، احنا مش بنعمم، بس يعني المشكله هل تقرون في وزاره التربيه والتعليم بوجود هذه المشكله ام لا؟ هي موجوده لكن مش تعميم. طيب وماذا تتقدم وماذا تقدم الوزاره لحل هذه المشكله؟ يعني احنا اولا احنا بنطالب مدارس انها لا تعمل محاضرات، تعمل تجيب عندنا قوافل تعليميه اكفأ المعلمين على مستوى مصر بيجيبوا المحافظات، وبالتالي ده واحد ان احنا نقدم لاولادنا يعني فرص تعليميه بالشكل اللي يعوضهم عن اي حاجه ثانيه جوه الفصول لو كانوا بيقولوا ان الاداء التدريسي ضعيف. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا، ولكن قبل ما يعني اودعك، يعني هل عايز تقول حاجه لطلاب الثانويه العامه وتقول لايمان التي تمثل طلاب الثانويه العامه معانا النهارده في هذه الحلقه؟ ان ما تقلقيش، الاسئله اللي بتحليها ومتدربه عليها هي اللي هتلاقيها، ما فيش اختلاف في المواصفه، الاسئله فيها للطالب المتوسط والطالب اقل المتوسط فوق المتوسط. عايز اقول لها لما تمسك الاسئله وتحلها، السؤال اللي ما تعرفوش تاخد رقم وما توقفش عنده كتير، ولما تخلص كل الاسئله اللي عارفاها تبقى ترجع للاسئله اللي مش عارفاها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم في وزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا على مشاركه سيادتك، واخذ كلامك ويعني اوصله وانقله لايمان. بعد ما سمعتي الدكتور رضا هتروح المدرسه بكره ولا لا؟ صراحه خالص. طب حضرتك استاذ طلعت، هل اقنعك الدكتور رضا؟ هو كلام الدكتور مقنع، لان هو يعني مسؤول عن نظام ومنظومه. تمام، ليه ما فيش ثقه؟ يعني ليه ايمان ما عندهاش ثقه في الكلام؟ هي يعني ايمان قالت لحضرتك ايه؟ في بعض الناس ممتازين في المدرسه وبيشتغلوا 10 على 10، وفي بعض اقل من المستوى، فانا بلجا للي بره عشان اعوض النقص في المستوى اللي موجود في المدرسه. خدت بال حضرتك؟ يعني انا عندي مدرس بيديني معلومه بنسبه 100%، في المدرسه بلاقيها 50%، يبقى الجا لمين؟ للمدرسه ولا اللي بره؟ يعني ما هو مش كل المدرسين، ما هو الطالب الطالب يا يعني انت بتحضر ايه؟ يعني هي بتحضر للمدرس كويس؟ طيب لان هو المدرس اللي في المدرسه هو ممكن يكون بره في السنتر، هو الطالب جاي المدرسه ومش مقتنع انه عايز ايه. ايه الفرق يا استاذ محمود بين شرح المدرس، انا ما بتكلمش عن حضرتك، في المدرسة، في البيت، في السنتر، ايه الفرق؟ هو مفيش فرق، يعني خلينا بس نتكلم في كل مجال فيه الكويس والوحش. في مجال الهندسة، في مجال الطب، في دكتور ممكن يروح للمستشفى ما يشتغلش، اكيد في مدرس ممكن يروح المدرسة ما يشتغلش، والعكس في الجانب الايجابي في كل في كل مجال. تمام، فخلينا في الجانب الايجابي، انا دلوقتي مدرس في الفصل بشرح للطلبة، بالعكس هي بيبقى عندها فرصة انها تسألني، بيبقى عندها فرصة ان انا اعيد شرح حاجة تانية، بيبقى عندها فرصة ان لو في حاجة ممكن اعيدها تاني مع زمايلها. في تنوع المستويات في الفصل، انا بخاطب مستوى ضعيف، بخاطب مستوى متوسط، بخاطب مستوى عالي. وقت حضرتك جوه الحصة بيسمح بده ان تناقش الطلاب وتاخد وقت لو كافي؟ لو مدرس شاطر حضرتك بيعرف يدير الحصة بتاعته بالكم اللي هو عايزه. يعني لو الطالب سمح لي ان هو هيجي كل يوم، انا فعلا خلصت المنهج في نفس وقت الدرس، وفعلا هدربه على نظام البوكلت زي ما انا بعمل بره، بس الطالب جاي يسمح لي بكده. لكن هو الطالب يا استاذ عمرو جاي، هو مش هو مقتنع اقتناع كلي ان انا ضده، رغم ان انا اللي بره.
ده انت ضده وانت في المدرسه وانت انا في المدرسه انا آه. انا ضده وانا في المدرسه آه. وانا معاه بره نفس الشخص مفهوم. طب انا عايز اخد بعض المداخلات اللي جت على صفحتنا على فيسبوك واوجهها لسياده النائب هاني اباظه. مصر عادل نصار او ناصر نصار، مصر لا يوجد بها تعليم ونحن في حاجه لتحرك على مستوى الرئيس السيسي حتى نحل المشاكل التعليميه بمصر. تعليق حضرتك سياده النائب. لا طبعا انا مختلف معاه تماما وكل الناس مختلفين. يعني ايه مصر ما فيهاش تعليم؟ امال انت اتخرجت ازاي وانا بس احنا اتخرجنا من سنين معلش. لا والدكاتره الحاليين الشباب اللي طلعوا والمهندسين لا لا مصر فيها تعليم لكن في مشكله فيها مشكله. عايزين نسال نفسنا الاول احنا عايزين ايه من نظام التعليم برضه؟ هل انا عايز واحد عشان ادخله كليه الطب ولا الهندسه؟ لا، نظام التعليم بيبني الانسان المصري، بيبني الشخصيه، بيبني الكيان، بيبني واحد مبدع مفكر منتمي عنده ثقه في النفس عنده امل عنده انتماء عنده هويه يقدر يقدم نفسه يقدر يعبر عن نفسه يقدر متدين عنده اخلاقيات عنده في باكج انسانيه هي دي اللي احنا نبني عليها. فاحنا اذا كان من وجهه النظر دي عندنا تعليم بس مش بالصوره اللي احنا عايزينها. احنا غير راضيين عن منظومه التعليم زي ما قلت لان هي لا تخرج لنا المنتج اللي فيه المواصفات اللي انا قلت عليه. طيب ناخد مشاركات كتيره الزملاء بيقولوا لي. نبدا من مطروح يا جماعه. الزملاء مشاركه. علاء من القليوبيه. استاذ علاء مساء الخير اتفضل. والضيف حضرتك الكرام يا سعم النهارده الموضوع ده هام وخطير جدا. النهارده في اشكاليه خطيره. كلام الدكتور رضا حجازي مخالف للحقيقه خالص. ازاي؟ النهارده انا بطلب من الدكتور رضا حجازي ومن سياده الوزير الجديد يعمل زيارات مفاجئه غير مرتبه للمدارس الثانويه. انا عندي تلت القوه التعليميه من المدرسين مهدره والنهارده بيقبضوا مرتبات لا يستحقوها. طب حضرتك معلش يعني الاتهامات دي يعني لابد ان يكون يعني مبنيه على اسس. حضرتك بتتكلم حضرتك. طب بس اسالك بس سؤال. حضرتك ولي امر يا استاذ علاء. استاذ علاء نعم. حضرتك ولي امر ولا مدرس ولا ولي امر؟ ولي امر. حضرتك بتتكلم يعني يا هذه اتهامات خطيره. مش يعني خطيره ده حقيقيه. طيب بناء على قبل ايه؟ قبل ما قلت اتهام قلت ايه؟ قلت الوزير او الدكتور رضا حجازي ينزل المدارس واذا لها الكلام اللي قالته بنتنا ايمان ده مش حقيقي يبقى نتحاسب. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك دلوقتي الاشكاليه في الاتي. النهارده البوكلت اللي عايزين يطبقوه السنه دي اللي حصل كان المفروض يتطبق على اللي هم في اولى ثانوي. الطالب يطلع في اولى ثانوي يمتحن بنظام البوكلت، ثانيه ثانوي يمتحن بنظام البوكلت، على ما يجي يوصل ثالثه ثانوي يكون اتعود عليه وبقى خلاص بقى ايه شيء عادي. ما جيش النهارده اطبقه على الطالب اللي هو في سنه ثالثه العام الحالي ده. طب ما هو في ناس استاذ علاء بس هرد عليك في النقطه دي لو سمحت يا استاذ علاء اسمح لي بس ارد عليك في النقطه دي. يعني في ناس بيقولوا ان اللي خايفين من نظام البوكلت دول اللي هم عايزين تستمر عمليات الغش وتسريب الاسئله و الى اخره. نظام البوكلت يعني زي ما بيقولوا المتخصصين بيقولوا انه نظام عادل وبيضمن انه الطالب اللي مذاكر مجهوده مش هيروح سدى. يعني لا هي الاشكاليه مش كده يا حضرتك. النهارده الطالب كان واخد بيحل في كراسه اجابه بيقدر معلش يعني عشان نتكلم بصراحه اللي جال لو تم ضبطها وتم اختيار المراقبين والملاحظين بصوره جيده مش هيحصل تسريب. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنطالب مجلس النواب ينزلوا زيارات للمدارس الثانوي ويشوفوا الكلام ده حقيقي ولا لا. طيب. ويراجعوا التشريعات التعليميه. وسمعك معانا ضيفنا العزيز او الجامعي ضيفنا العزيز النائب اللي هو هاني اباظه وكيل لجنه التعليم في مجلس النواب. سامع حضرتك وممكن يعلق يعني اتفضل. هو طبعا انا مراعي يعني مشاعر اولياء الامور وقلقهم وخوفهم وهي دي اللي مخلينا احنا في يعني عينينا ودماغنا وفكرنا احنا عايشين يعني معيشه كامله في هذه الماساه. طبعا احنا الثانويه العامه اللي فاتت عملت لنا مشكله اجتماعيه في المجتمع المصري وتوتر غير عادي في كل الاسر المصريه والمجتمع المصري. نظام تسريب الامتحانات والغش الالكتروني. فمن يوميها احنا فكرنا في نظام اخر انتقالي نشتغل بيه السنه دي.
علشان احنا في ظروف دلوقتي لو الثانويه العامه اللي جايه حصل فيها من التسريب والغش وشاومنج ومش شاومنج ده هيقلب الدنيا واحنا بنجري يعني اصبحت قضيه امن قومي دي حقيقه. وانا مبسوط جدا ان احنا طلبنا من الرئيس السيسي طلع وقال ان التعليم يا جماعه مشكله امن قومي. والتعليم مش مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم بس، التعليم مسؤوليه مجتمعيه. يعني وزارات كثيره، البحث العلمي والتعليم العالي والثقافه والاعلام والاثار والتنميه المحليه والاسره، فين الاسره؟ طيب. والمجتمع المدني فين؟ فانا عايز اقول له ايه؟ اقول له يعني البوكلت انا عايز اطمنه النظام ده نظام سهل جدا جدا، اسهل ما يمكن. لا ما تقولوش هو، قول لإيمان. ما أنا مع إيمان يعني. أنا قلت لها وهديكي ورقة إيمان، هديها لك كده هدية من عمك. هقول لك جايد لاينز يعني كده للبوكلت، وهقول لك هوصف لك البوكلت. طب هو نفس الأسئلة بتاعت زمان، عملناها فكناها بس شوية. يعني السؤال كان بيجي لك 7-8 أسئلة في الامتحان، ال7-8 أسئلة كل سؤال فيه 5-6 مطالب، فإحنا عملناها إيه؟ فكينا الكلام ده كله بطريق اختيار من متعدد وطريق شورت انسر. انت هو مش عايز، كان زمان بيدينا السؤال اشرح كذا، تقعد تكتب 6 صفحات وممكن تضيع 3/4 الوقت في 6 صفحات. فالبوكلت ده بينظم لك وقتك، يعني هو عايز منك سطرين. انت انا بقول لك من دلوقتي وانت بتكتبي في اجابه الاسئله اكتبي فكره السؤال مفتاح السؤال وخلاص هتاخدي الدرجه. طيب. اما الاختياري بتختاري نقطة. وبعدين انت عارف بعد الامتحان حصل ايه؟ جالنا 250,000 تظلم. ليه بقى؟ لان الاسئلة العادية بترك تقدير للمصحح. السؤال من 10 واحد بيديله 7، واحد بيديله 6. طب مش ده الكلام ده؟ الكلام ده يطمن يا ايمان؟ مش ده الكلام ده؟ فانا عايز اقول لك الامتحان بسيط جدا ومباشر جدا، اللي هيقرا مرة واحدة هيلاقي زي ما قال الدكتور ده كده. وانا انا 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 قعدت ناس طلبه حلوا قدامي، في اللي تحت المتوسط والمتوسط والجيد وجيد جدا، في حوالي 20% بس. طيب. بس للممتاز. اسمح لي يا سياده النائب بس عشان الوقت وفي مداخلات اخرى. ناخد مداخله كمان يا جماعه. ساندي من دمياط. استاذه ساندي من دمياط مساء الخير. ايوه مساء النور. انت طالبه؟ انا طالبه في ثانويه عامه عليا. طيب بتروحي المدرسه ولا لا؟ انا من اول سنه ورحت 3 ايام بالظبط. 3 ايام؟ ده انت متفوقه عن ايمان. ايمان راحت 15 يوم. 50% غياب. طيب ليه ما بتروحيش يا ساندي؟ انا لو رحت ولقيت في مدرسين بيشرحوا ولقيت في انتظام في المدرسه هروح. نسمع بس الهواء على سمعت. نسمع على سمعت. اتفضلي يا ساندي. انا لو رحت لقيت في انتظام في المدرسه ولقيت في مدرس بيشرح هروح، انما لو رحت لقيت لو اصلا راح من دفعتي حد قاعدين في الحوش وما لقيتش فيه شرح وما لقيتش فيه حاجه اكيد مش هروح واضيع وقت اقعد في البيت احسن اذاكر. طب مش انت كنت بتروحي في سنه اولى وسنه ثانيه؟ سنه اولى وفي سنه ثانيه كنت بروح، بس مش كل برضو المدرسين كانوا بيشرحوا. طب انت بتعوضي ده بايه؟ دروس خصوصيه، سنتر، ايه بقى؟ طبعا يعني في ثانويه عامه كنت باخد دروس كل المواد، مش معتمده على المدرسه خالص. في اولى وثانيه المدرسين اللي كانوا بيشرحوا كنت بروح المدرسه، المدرسين اللي ما كانوش بيشرحوا بصراحه كنت باخد دروس بره. نفس المدرس. طيب قولي لي انت خايفه من نظام البوكلت ده؟ يعني يمكن انت سمعتي ضيفنا سياده النائب كان بيشرح وبيقول انه نظام البوكلت ده يعني سهل جدا، انت مطمنه؟ بصراحة أكيد لأ، هو مش أصلا أي حد مطمن خالص. بس نظام البوكلت ده هو حتى لو حضرتك عايز تنظمه المفروض تقول لنا من أول السنة، يعني إحنا بادئين ثانوية عامة من شهر 8 قول لنا، إنما حضرتك ما تجيش في شهر 3 تقول لنا في نظام بوكلت نازل جديد. يعني إحنا دلوقتي إحنا مش لاحقين إن إحنا نراجع. طب ما هو النظام ده أسهل من النظام اللي فات يا ساندي. إيه؟ ما هو أسهل من النظام اللي فات. في 2012 بس كان في جدالات كتيره سيادة النائب عليه. اسهل ده نسمع بس. ثانيه واحده حضرتك، لما قالوا ان هم هينزل بوكلت شويه يقولوا لا ده هيلغوه، شويه يقولوا هينزلوه، وبعدين حتى بعد ما قالوا مفيش بوكلتات نزلت ان احنا نتدرب عليها. احنا اول بوكلت اتدربنا عليه كان من الموقع. طب احنا ما خلصناش منهج ولا رجعنا ولا حتى اتدربنا على البوكلت. طيب اشكرك يا ساندي. معايا نورهان من مطروح. نورهان مساء الخير.
نورهان. طيب فارس من القاهرة، مساء الخير يا فارس. بعد إذنك أنا مبسوط إن الحلقة النهاردة بتتكلم على الثانوية العامة، عشان دي المشكلة اللي موجودة دلوقتي، إن أنت إزاي تطلع طالب ثانوية عامة هو اللي يبني لك المستقبل. هتكلم في كام نقطة سريعة بعد إذنك. يا فارس، فارس أنت طالب في الثانوية ولا؟ أنا طالب ثانوية عامة. طيب اتفضل. ماشي. أول نقطة نظام البوكلت، وجهة نظري نظام كويس جدا، هيبين الفرق بين المذاكر واللي مش مذاكر. تمام. هيبان نجاحه من عدمه في تطبيقه في الامتحان. نيجي ازاي في الامتحان؟ السنه اللي فاتت شاومينج وقعت وزاره التربيه والتعليم كلها، لدرجه ان وزاره التربيه والتعليم طبعت الورق في جهات سياديه. تمام. ده اكبر دليل ان الوزاره وقعت من شويه هاكر. الوزاره ثاني نقطه وقعت. الوزاره وقعت من شويه هاكر. ثاني نقطه موضوع الحضور بنسبه 85%. اسمي ده الدكتور رضا حجازي مسؤول الوزارة، لما حضرتك وقال القانون بيتطبق واللي مش هيحضر هيتسجن. يا ريت القانون يتطبق على كل دكتور، للمدرسين اللي ما تخشش تشرح، للمدرسين اللي بتنتهك الأدمية في المدارس. يعني تنتهك الأدمية؟ يعني بيحصل شتيمة، ضرب، كل الحاجات دي معروفة. مش ممكن، مش لازم تبقى في ثانوي بس، ارجع للابتدائي اللي بتأسس الطالب أساسا، لإعدادي. ريت القانون يطبق على كل دكتور. في حل سهل قوي في بعض المدارس بتعمله، ان انت بتعمل حاجه اسمها محاضرات. اربع خمس مدرسين عربي موجودين، مش اجباري على الطالب ان هو يحضر. الطالب اللي ظروفه ما تسمحلوش ان هو ياخد في سناتر بره، هيروح للمدرسين دي. انت كده مش هتكون نسيت الطالب اللي مستواه قليل او ظروفه الماديه قليله، انت كده هتفت كل الطبقات. طيب طيب انا بشكرك يا فارس. الدكتور محمد من القليوبيه. دكتور محمد مساء الخير، اتفضل. دكتور محمد. طيب الاستاذ احمد من هنا، استاذ احمد اتفضل، مساء الخير. طيب انقطع. طيب في كمان رسائل، يمكن هترك الفرصه للسيد النائب هاني ابازا يرد على التعليقات اللي جات لنا، بس في رسائل جات لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. واحد عنده راي في الغياب، بيقول انه في ظلم لناس كتير، انه في ناس ومش بتتحاسب، ليه تحاسبني انا في حال ان في اشخاص غيري اكتر عددا بيغيبوا؟ ثم انا عايز تعليم لجوئي للدروس او السناتر ده بسبب اني بلاقي كفاءه هناك للمدرسين ساعتين في الاسبوع باسبوع كامل في المدرسه. رسالة من محمد الشال بيقول مدارس الغربية وزفتة بالخصوص، لا يحضر طلبة الإعدادية والثانوية من بداية العام، ومدرسي الشهادة لا يحضرون للمدرسة ومتواجدين في الدروس. لحل تلك الأزمة يجب أن تكون أسئلة نهاية العام صعبة، وذلك حتى لا يظلم الطالب الممتاز وينجح الطالب المتوسط ويرجع مجموع الطب لمستوى 70%. يعني رسائل كتيرة بصراحة جات لنا على الصفحة سيادة النائب. طبعا طبعا أنا عايز أقول إن تاني نظام البوكلت إن شاء الله أنا بطمن ولادنا. هو أنا متفق إن إحنا يعني وزارة التربية والتعليم، وده كان خلافنا معاها، تأخرت في الإعلان، وهو يوم 20/12 بالظبط أعلن، وخدنا قرار، وإحنا كمجلس نواب قلنا هيتم تنفيذه، و و و و و قرار نهائي بالنسبه لمجلس النواب. اما بالنسبه ل كان بيتكلم تاني الاستاذ فارس، الاستاذ فارس. لا 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 مش فارس، كان في رسائل. رسائل محمد الشال. محمد الشال بيقول هقول لك بيقول ايه بالظبط. انا عايز اتكلم عن المعلم برضه. المعلم في يعني هو هناك اتفاق. المعلم غير مؤهل بالقدر الكافي حقيقي، وكمان النهارده المعلم مش مدرب جاي كويس على نظام البوكلت. ولكن احنا الفتره اللي جايه بقى قلنا ايه، احنا خلاص الفتره دي انتقاليه، وزي ما حضرتك قلت يعني الى حد ما هيبقى فيها بعض الامباكت او بعض التاثير السلبي على الولاد. ولكن هو ده كان الحل لمنع الغش الالكتروني. النهارده لو في غش الكتروني واحد هيصور ويرسل،
في اربع نماذج مختلفه داخل اللجنه من من الامتحان. هي الامتحان نفسه بس لو انت عندك 40 سؤال انت كل ترتيب الاسئله لكل نموذج مختلف لكن نفس الامتحان، وبالتالي مش هيبقى انت تعرف تغش من اللي جنبك يمينك او شمالك او قدامك، ولن يستطيع اللي عايز يصور ويبعت ويتحل الامتحان ويجي على على بلوتوث لمين بتاع مين بتاع انهي نموذج هو ده الايه. فبالتالي انا بحد لك الى درجه كبيره جدا من الغش الجماعي والغش الالكتروني او التسريب. تمام. كان قال بقى انا كنت عايز اعلق على في حد كان بعت لك قال لك حضرتك في زفته والغربيه ما حدش بيروح حتى اعداديه وثانويه يقول كده. انا لا عايز اوجه برضو هنا ادانه لوزاره التربيه والتعليم. بقول لها كان لازم متابعه الغياب يبقى من اول السنه الثانويه العامه، واحنا اتكلمنا كتير وقلنا ان دي ظاهره وظاهره اجتماعيه، لكن واضح ان هم اعتمدوا على القانون، لكن كان لازم ودي قضيه الاداره داخل منظومه التربيه والتعليم سيئه جدا جدا جدا. فلازم كان مديرين المدارس يشتغلوا يبعتوا لاولياء الامور ويجيبوهم ويجمعوهم وياكدوا على ان احنا هننفذ القانون هذه السنه، ويشرحوا لهم يعني ايه تاثير السلبي لتنفيذ القانون. الطالب اللي عايز يخش كليه عسكريه ولا حاجه مش هيقدر، فيبقى عارف وليه الامر هذا الكلام، وبناء عليه اعتقد ما كناش وصلنا للمرحله ان 90% من طلبه الثانويه العامه لا يحضروا لا يذهبوا المدرسه. ايمان انت اتدربتي على نظام البوكلت ولا لا؟ مش في كل المواد. مش في كل المواد. انا شفت النماذج النازله على الوزاره. هو انا بالنسبه لي نظام البوكلت تمام، لان احنا اول ناس اتضررنا من تسريب الامتحانات، التنسيق عالي جدا، اصلا طلبه متفوقين ما دخلوش الكليات اللي هم عايزينها، اللي كان بيغش هو اللي بيدخل، يعني احنا كنا مع ان هم يحدوا من تسريب الامتحانات. بس دلوقتي نظام البوكلت هم مريح في ان في مكان كويس للاجابه، بس اللخبطه في مكان تاني، ان الاسئله مش جايه بترتيب معين، يعني انا بلاقي نقطه بما تفسر، نقطه اختر، نقطه صح وغلط، فانا مبقاش عارفه انا بحل فين بالظبط. وبعدين دي حاجه تقلقنا احنا في التصحيح، يعني في درجات كتير كده ممكن تضيع. لا 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 ما سيبيني انا اشرح لك، انا معايا نظام بوكلت وهديهولك انت هديه مني. انت ايه عندك انت ادبي ادبي؟ خدي امتحان اهو الامتحانات تاريخ تمام؟ ودي ليكي. بصي بقى انت هتلاقي فيه اولا مفيش نقطه في المنهج مش هتيجي فيها سؤال. يمكن حظ ايمان كويس انه حضرتك اهديت لها دلوقتي بوكلت، وفي مدارس لا 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 ما هو لسه جاي لي انا مشاركه محمد حماده شلبي بيقول مفيش بوكلت في اي مدرسه للتدريب عليه. لا في لا 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 في لا بس استاذ عمرو تعقيبا لكلام سياده النائب والاستاذ رضا حجازي استاذنا كلنا فضل. انا مع حضرتك، طبق بوكلت حد من الغش تمام، بس ايمان وغيرها انا واستاذها مصدر معلوماتها انا، فلما تيجي ايمان تسالني اشاره من اسبوعين انا اقول لحضرتك من اسبوعين هو في مسيو او مستر في اسئله اختياري ولا لا، فاقول لها لا ما فيش، فاجي الاسبوع ده اقول لها لا في يا بنتي. وكلنا حضرنا مشكله اللغات اللي هي كانت في شهر 12 مع الوزير السابق المحترم، محدش يقدر يقول حاجه اللغات، لا الفيزيكس والكيمستري هيمتحن بالانجلش، حضرتك قول لي همتحن بالانجلش بس من شهر 8، قول لي همتحن بوكلت بس من شهر 8، انا كمدرس دربني بس خلاص من شهر 8 ويمكن حاجه تم علاجها خلاص يعني انا استكمالا لكلام الاستاذ محمود، في رسائل جات لي، رساله من ياسمين غريب بتقول المفروض لو هيتطبق كان يتطبق من اول السنه، لكنه يتطبق حاليا ده في حد ذاته ظلم. على ايه؟ على البوكلت؟ البوكلت ظلم للطالب. جيلان هشام بتقول نظام البوكلت ده حلو جدا ومطبق في الاكاديميه البحريه في بعض المواد، يعني برضو في اراء. لا على فكره على فكره يا استاذ عمرو، نعم احنا نزلنا عملنا استطلاع راي، الاستطلاع راي غير عادي لصالح البوكلت، وانا بطمنك يا بنتي. انا بقول لحضرتك هو كويس، هو سهل كويس جدا، بس الوقت فيه سهل الوقت، المشكله في الوقت يا استاذ عمرو في الوقت. وبعدين احنا فاكر مشكله اللغات اللي بقول لحضرتك، يعني انا الطلبه انا قريب من الطلبه لما طالب تجريبي يجي يقول لك انا باخد الفيزياء والكيمياء عربي وجاي دلوقتي بيقول لي لا حضرتك هتمتحنها انجلش، انا اجيب منين؟ طيب مدرس شرعي يعني اللي داخل مدرسه بيمتحن داخل مدرسه انجليزي وعايز يمتحن بالعربي يبقى ده طالب مش نافع. لا حضرتك خيرتني في اول السنه، معلش ولذلك احنا عملنا ايه عشان هذا الاعتبار؟ لما الوزير اصدر قرار انا ولجنه التعليم وقفنا وخليناه طيب يمشيها السنه دي، لكن السنه الجايه لن يسمح لواحد في مدرسه انجليزي
يمتحن فيزيكس بالعربي وياخد شهاده انه اجتاز المرحله الثانويه. بس يعني نقطه اخرى او محور اخر مهم، الدروس الخصوصيه بتكلفك كام يا استاذ طلع؟ كتير. كارثه. كم يعني في الشهر كده مثلا؟ ما يقرب مثلا من 2000 جنيه مثلا تقريبا. 2000 جنيه شهريا تقريبا. هو ايمان بتاخدي دروس في كل المواد؟ في كل المواد. طب يا استاذ اساله سؤال تاني. قول له مجانيه التعليم عجبك؟ ما هو سمع معك. هو مفيش مجانيه التعليم دلوقتي. طيب احنا عايزين نقول لما بيجي يزود المصاريف شويه الناس بتزعل. انتوا شكلكم في البرلمان عايزين تزودوا مصاريف. لا انا عايز اظبط المنظومه الاول. يعني يبقى في تدرج، اظبط المنظومه واخلي الولاد تمام، المدرس يعود تاني لشكله عشان ما هو السبب المدرس. ما هي انا هعيد تاهيل المدرس واخليه هو يرجع يرجع للمدرسه عشان اولادنا يرجعوا له. طب رساله اخرى من على الصفحه بتاعتنا من الاستاذ فؤاد توفيق. يا استاذ عمرو لو والله لو جابوا دانسرز رقصين الى المدرسه ورقصات لن يدخل. لا انا برفض الكلام ده لو سمحت. عيب طلبه هناك مدرسه موازيه. عفوا ما ينفعش يعني هو الناس بتتكلم. ده مدرسه ده صاحبة رسالة المدرسة دي. ده ما في بعض المدارس على فكرة جابوا يعني عملوا حفلات. أنا عارف حصل. معلش ما يعني واحد يقول رأيه. هناك مدرسة موازية بين قوسين الدروس الخصوصية، جرم الدروس الخصوصية يذهب الطلاب إلى المدرسة ولن تلغى الدروس الخصوصية إلا بقرار جمهوري. يعني مجدي البقري بيقول تعالى شوف مدرسة شرارة عبارة عن طوب أبيض وقش رز ما فيهاش مبنى ومحدش بيسمع لنا. مركز الحسينية الشرقية. يعني بعض الـ 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 الآراء اللي جات لنا يعني ما احنا متفقين ان في مشاكل عند الناس. احنا من ورث من 30 40 50 سنة البنية الأساسية في منظوم في كل قطاعات الدولة وخاصة التعليم ما فيش فيها تطوير ولا تحسين. فانا متوقع الكلام ده حقيقي موجود وواقعي. لكن النهارده في تطوير في مجال بناء المدارس وفي الوزير السابق الحقيقه وفي رئيس هيئه الامنيه التعليميه اللي هو يسري ديب عاملين شغل. واحنا واحنا في 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 مرحله تطوير علشان الكثافه اللي حضرتك بتقول عليها نقللها وحتى نخلي شكل المدرسه جاذب. العيل يروح المدرسه وعايز يروح المدرسه. طيب. والانشطه نهتم بالانشطه واسلوب التعليم المناهج يخش فيها النشاط بحيث المناهج بيبقى سوليد كده. طيب. مصمت. خلينا في حبيبكم تروح المدرسه. الاستاذ عماد من الشرقيه. استاذ عماد مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك استاذ عمرو عبد الحميد المحترم. تحياتي لضيوفك الكرام وسياده اللواء هاني اباظه. وانا لي عتابين على حضرتك استاذ عمرو. عتاب على لسياده اللواء. عتابين عتاب. عتاب علي انا وعتاب لسياده اللواء. بهمسه عتاب. ابدا بسياده اللواء. عتاب على اللواء هاني اباظه. اول عتاب ليك استاذ عمرو. اتفضل يا فندم. في اول حلقات في برنامج راي عام مع الكابتن احمد الشيخ نادي المقصه قلت لك انا عاوز كاميرا تشوف مأساة مركز شباب جميمة مركز الحسينية محافظة الشرقية. تمام. وتشوف مدرسة جميمة الابتدائية المهجورة. ده العتاب ان الكاميرا لسه ما جاتش معايا. انا بوعدك والله بوعدك هتجي لك ان شاء الله. طلعت مصطفى اول حلقات البرنامج هي المدرسة فين ولا انزل لك كاميرا؟ المدرسة الشاب اللي هو هاني اباظة انت كنت قبل كده مع بالنسبة انت بتتكلم بتقول يسر الديب وشسر الديب والابنية التعليمية والدنيا وردي والدنيا خضراء والدنيا زرقاء. انا ما قلتش وردي ولا قلت خضراء ولا قلت وردي. انا قلت احنا رايحين من المشاكل. بس حضرتك قاعد في الاستوديو ممكن تسمعني هاني بيه. انا بحترمك وانت عارف ان انت شرف لينا. اتفضل. انا بصلح لك كلام يا عماد بيه. اتفضل. ما انا اقول لك بص يا باشا. بص يا سياده اللواء انت قبل كده كنت مع الاعلام المحترم وائل الابراشي في برنامج 10 مساء. ولو تتذكر انت خدت ورقه وقلت لك ان انا عندي مدرسه شراره تبع البنك التنميه والائتمان الزراعي والزراعه بتقول لي الابنيه 500,000 والابنيه بتقول لا ناقصين 200,000 و400,000. قلت يا جماعه ابعتوا كاميرا او شوفوا لنا اللي بتاع الائتمان الزراعي دي او بنك التنميه والائتمان الزراعي تبع الهند واحنا التربيه الابنيه التعليميه تبع مصر يعني حتى وفاء. قلت لك انها برايه افتمرال كيري لحد ما مع وزير الزراعه السابق والاسبق وحتى نشدتك قلت اخر حل يا سواء اللي انت تبعت لي كاميرا تشوف لي المدرسه المهجوره. تمام. غير المدرسه دي اللي هنوعدك انا وهاني بيه ان احنا هنبعت لك. صدقني انا هبعت لك قناه الحياه وعمرو بيه هيبعت لك. انا عاوز هبل طلعت مصطفى. خلاص فين انا بقول لك هبل طلعت مصطفى. خلاص
خلاص يا حبيبي. طيب انا بشكرك ونوعدك يا استاذ عماد. مع احترام الدكتور سيد البدوي للاسف وقت البرنامج يا كلام خلاص وقت البرنامج انتهى. يعني انا بشكرك يا استاذ عماد وبشكر كل ضيوفي اللي شرفوني النهارده. يعني احنا حاولنا ان احنا نلقي الضوء على هذه المشكله ومشكله موجوده لكن ده ما يمنعش انه في تحركات وفي خطط من وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم بشكل عام والخروج من مأزق الثانوية العامة اللي هي لا تزال مأزق في كل بيت يكون فيه طالب أو طالبة. أنا عايز أقول لك في الثانوية العامة فكرة السنة الجاية شكلها إيه؟ طب بسرعة بس شديدة 20 ثانية عايزها ولا مش عايزها؟ تفضل ها تفضل تفضل 20 ثانية تفضل. وبناء عليه إحنا هي فكرة احنا يعني ناويين نقضي على الثانويه العامه دي. يعني البابا اللي حضرتك ذكرته بنقطه الرعب صحيح. ففكر الوزير الحالي وفكر وزاره التربيه والتعليم وينطبق مع مجلس النواب ان احنا هنعمل شكل الايه التقدير المتراكم. نعم. اولى ثانوي عليها تقدير جيد جيد جدا امتياز، ثانيه ثانوي نفس الكلام، ثالثه ثانوي نفس الكلام، وياخد متوسط جيد جدا مثلا في المرحله الثانويه. انت كان المفروض تبدا بالموضوع ده النهارده يعني وتمنت انت وهنا اصل ده برضو لسه بريماتشور لسه يعني طفل. وبعدين عشان ما نقولش الولد ده ما دخلش الطب عشان 1% فيبقى ايه؟ يبقى الجيد المجموعه الهندسيه بكلياتها تمام ناخد من حد الادنى جيد، كل اللي فوق ده والتنسيق بقى مع المجلس الاعلى ده بيستحق مننا ان احنا المواد المؤهله المواد المؤهله لدخول الكليات تمتحن العيال دي وتاخد ايه اللي يخش وهكذا المجموعه الطبيه. فكره انا من جيد يعني جدا تاخد كل اللي فوق. هخرج من حيادي واقول لك فكره رائعه فعلا فكره بصراحة رائعه بصراحة وتستحق ان احنا نسلط عليها الضوء هنا في راي عام ودي تحسب للدكتور طارق الشوقي. انا عايز اقول برضه تاهيل المدرس تاهيل المدرس بالتاكيد طبعاً. احنا ابتدينا الاول عشان نعمل الفكره دي انا ما عنديش وقت للاسف ناهل مين المدرس المعلم. انا بشكركم شكرا جزيلا النائب هاني اباظه وكيل لجنه التعليم بمجلس النواب، الاستاذ محمد البواردي معلم لغه فرنسيه بالمرحله الثانويه، والاستاذ طلعت رسلان ولي امر طالبه إيمان طلعت الطالبة بالصف الثالث الثانوي. نورتونا وشرفتونا. الموضوع طبعا في مداخلات كتير جدا جات لنا لكن الموضوع لن يستغرق مننا هذه الفقرة فقط، احنا هنسلط الضوء على هذه القضية مرة ومرات عديدة بإذن الله في رأي عام. بعد الفاصل فقرة جديدة، التدخين الإلكتروني اللي بيلجأ ليه كتير من الشباب كبديل بيعتقد انه بديل آمن عن التدخين العادي، للأسف الشديد الأطباء اكتشفوا أنه أخطر من التدخين المباشر. ده اللي هنتكلم فيه بعد شوية في فقرتنا الأخيرة في رأي عام، انتظرونا. شكرا جزيلا. مرة تانية في رأي عام، كل حاجة دلوقتي تقريبا بقت إلكتروني، حتى التدخين اللي بقى موضة في أوساط الشباب، لدرجة إن في جروب على موقع الفيسبوك اسمه مطوري التدخين الإلكتروني، مشترك فيه يعني خلوا بالكم من الرقم 49574 شخص، جروب تاني اسمه سوق الشيشة الإلكتروني، مشترك فيه 20,000 شخص. الشباب هؤلاء الشباب بيلجأوا للتدخين الإلكتروني وهم معتقدين أنهم بيبعدوا عن أخطار التدخين بشكل عام وبصفة عامة. الشباب بيقولوا أنه مجرد دخان طالع في الهواء وملوش أي أضرار، هل ده صحيح؟ وهل الموضة دي محدش يعرف أضرارها؟ وهل اتعملت عليها أبحاث كفاية خاصة بعد حوادث انفجار السجائر والشيشة الإلكترونية في وشوش هؤلاء المدخنين؟ الحوادث دي ما كانتش على فكرة فردية أو قاصرة على دولة واحدة لكن حصلت في كندا في أمريكا وفي دول أخرى. هنناقش هذه القضية بالتفصيل مع ضيفي في الاستوديو، الأستاذ إسلام رفعت أحد المدخنين الإلكترونيين وهو قبل الهواء بيقول لي بالراحة عليها شوية، والدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن
والامراض الصدريه بالقاهره. اهلا بحضرتك دكتور عصام. اهلا بك استاذ اسلام. لكن قبل ما نبدا المناقشه خلونا نشوف تقرير عن حوادث السجائر والشيشه الالكترونيه. تفضل. فجأة وجدت النار تشتعل في قدمي وأصبت بحروق بالغة بسبب السيجارة الإلكترونية التي كنت أضعها في جيبي. هكذا يقول أحد الشبان الذين انفجرت السيجارة الإلكترونية في وجوههم وهم يستخدمونها. فقد تحولت موضة التدخين الإلكتروني التي باتت الأشهر في أوساط الشباب بدعوى الإقلاع عن التدخين العادي إلى خطر جديد يهدد صحة مستخدميها. ومع أن التدخين الإلكتروني بدأ منذ عقد تقريبا، فإن الدراسات والأبحاث لم تكتمل بشكل نهائي بشأن أضراره، ولا يزال هناك كثير من الغموض حوله، خصوصا بعد الحوادث المتكررة لانفجار السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين في وجوه مستخدميها. وقبل عدة أشهر انفجر جهاز التدخين الإلكتروني في وجه أحد مستخدميه في ولاية إيداهو الأمريكية، ما تسبب في تشوهات حادة في وجهه إلى جانب بعض الحروق وفقدانه بعض أسنانه. ولا تعد تلك هي الواقعة الوحيدة لانفجار أجهزة التدخين الإلكتروني، ففي كندا انفجر جهاز التدخين الإلكتروني في حين كان مستخدمه يضعه في جيبه، ما تسبب في إصابته بحروق بالغة في قدمه. مش عارف، واحنا بنزيع التقرير الاستاذ اسلام كده بص كده كان بينظر نظرات. ايه احساسك؟ قول لي. بس هي اي حاجه الكترونكس بطاريه قبل ان الموبايل اللي في ايدينا دهوت بيسخن برضه، ممكن يفرقع اللابتوب اللي قدامي. يعني الميكانيزم دي كلها واحده. يعني لو احنا طب احكي لي قصتك مع التدخين الالكتروني من امتى بقى؟ لا هو انا ده وقت قريب جدا، بس انا بقالي كتير بدخن. يعني مثلا من ايام الجامعه مثلا من سنتين كده، من ايام الجامعه من سنتين والله. ان شاء الله بدأ ودي فين. ايوه. بس انا وصلت بقى مع ظروف الشغل وضغط الشغل وضغط المعيشه، فانا بشرب سجاير كتير. يعني انا هيفي سموكر، يعني بدخن مثلا ممكن في اليومين خمس علب سجاير. خمس علب؟ يعني انا عامل كده زي اللي بيشرب شيشه تقريبا. يعني حاولت ان انا يعني انت بتدخن عشان تعيش؟ عشان اموت. فبحاول على قد ما اقدر يعني اشوف وسيله ما ان انا ممكن. يعني حاولت كده مع نفسي كتير ما عرفتش. ف يعني عن طريق الاصدقاء طبعا، الناس احنا بنبقى مع بعض بنبقى قاعدين، انتشر كتير نجرب نشوف نعمل. كان في ساعتها السيجاره اللي هي عامله زي القلم ديت، بس يعني ما كانتش ساتسفايد بالنسبه لي. لما ظهرت بقى الشيشه الالكترونيه ديت اللي هي بالحجم الكبير شويه، جربتها لقيت الموضوع لا احسن. انا ابتديت كويت شويه من السجاير صحيا، انا حاسس ان انا احسن. ما اعرفش يعني هما كل الدراسه انا عصام دلوقتي يعني هيجي دلوقتي الدكتور انا عارف ان هو هيبوظ لي كل حاجه، بس يعني انا لا على قد اللي انا دخلت على النت وقريت عليه، هو لسه في تجارب عليه لسه ما اتحددش او ما اتقالش هي اضرارها ايه. طيب هي ممكن تكون مضره، بس اعتقد انها هتبقى اقل من السجاير بالنسبه اللي انا بدخن. طيب دكتور عصام، ايه الفرق بين التدخين السجاير العاديه الشيشه العاديه والسجاير الالكترونيه والشيشه الالكترونيه؟ أضرار السجاير كلنا عارفينها، وفي مصر التدخين منتشر بطريقة جامدة، من أكبر الدول استهلاكا للتبغ في العالم. يعني احنا بنستهلك حوالي 80 بليون سيجارة سنويا، بما يعادل 4 بليون علبة سجاير. نسبة التدخين في مصر حوالي 36% للبالغين الذكور فوق ال 15 سنة. يا ترى الشيشة الإلكترونية والسيجارة الإلكترونية بديل آمن ولا لا؟ احنا طبعا لازم نعرف ان دي حاجة جديدة مهما كان. اخترعوها في الصين في سنة 2004. الحاجة علشان تبان تأثيرها لازم تكون اتعملت عليها أبحاث كتيرة. 13 سنة مرت من ساعة ما اخترعوها. 13 سنة التدخين قعد فترة طويلة مش متهم. السجاير قعدت فترة طويلة وكان عادي الناس بتدخن وما فيهاش أي غضاضة، لغاية ما ابتدت الأبحاث تثبت علاقته بسرطان الرئة وسرطانات تانية كتير. هو مبدئيا هي فيها نيكوتين،
ما فيهاش الحاجات التانية زي الطار الأطران الكربون مونوكسيد. لكن هو النيكوتين هي طبعا بتشتغل بالبطارية، والبطارية دي بتشعل فتيل بحيث ان في سائل اللي هو البروبيلين جليكول. السائل ده نفسه البخار بتاعه مضر، ثبت ضرره على الرئه وعلى حاجات كتيره. ثبت ان هي مش طريقه من طرق الاقلاع عن التدخين، لان هو اللي بيدخن الشيسه الالكترونيه والسجائر الالكترونيه ما بيبطلهاش، يعني ما شفناش حد بطلها لغايه دلوقتي. ليها اضرار تانية كتيره، هي ما بتطلعش ريحه، فممكن الناس تستخدمها في الاماكن الممنوع فيها التدخين من غير ما حد ما يكتشفهم. احسن حاجه على الاطلاق يا استاذ اسلام تبطيل السجاير، بيجي بالاقناع وبالاراده، وفي بدائل النيكوتين اللزقه واللبان، ده بيبقى بديل امن وطريقه بالتدريج انك تقلع عن التدخين. طب انا عايز اسال الاستاذ اسلام قبل ما اروح اشوف راي الشارع، يعني الفيديوهات اللي احنا عرضناها دلوقتي اكيد شفتها على اليوتيوب، شفت حاجات زيها؟ شفت منها جزء طبعا، شفت منها جزء، وابتديت اسال ايه عشان اصل قصه الشيشه احنا في مصر بنبدا نطور احنا مع نفسينا، يعني في ناس بتبدا تعمل اللي هو الليكويد اللي بيستخدم فيه، في ناس في مثلا في حاجات اجهزه بيتحط لها كويل هاند ميد، الناس بتعمله. فحسب ما سمعت يعني انه ممكن يكون البطاريه مثلا حصل عليها اي حاجه، او الكويل اللي هو الهاند ميد ممكن هو يكون سبب في ده. لكن في الطبيعي انا بالنسبه لي، بس عشان الدكتور برضو بالنسبه ليها، انا بالنسبه لي انا كنت بشرب زي ما بقول لحضرتك 5 علب في اليوم. طب دلوقتي تشرب كم علبه؟ ما تشربش بس مكتفي بدايه. كنت الاول مثلا هو في ازازه ليكويد تقريبا 30 مللي، انا دي كانت بتقعد معايا في الاول لما جبتها اسبوع. انا دلوقتي بتقعد معايا اسبوعين ووي. فانا بقيت نازل، بقيت ان انا مثلا انا محتاج النيكوتين حتى اللي بتحط فيها دي نسب. يعني في 1، في 3، في 0، في 8، في 6، في 9. وانت حاسس انه لسه جسمك محتاج النيكوتين؟ يعني انا بحاول اقل، يعني انا بحاول اقلل. انا دلوقتي خلاص يعني بقيت مثلا لما انا هبقى عايز مثلا ماشي اخد لي مثلا نفسين منها ولا حاجه وخلاص. ما بقتش بقى ان انا مش لازم اقول لها سيجار اللازمه او العاده. بس ما بتخافش انه تحصل معاك الحاجات اللي حصلت دي مع الناس؟ اكيد بيبقى في رعب، ما احطهاش في الشمس، مش عارف ايه، دايما باكد على البطاريه. يعني انا بقول لحضرتك هي دي موجوده في كل حاجه، موجوده في الموبايل بتاعي، موجود في اللابتوب بتاعي، يعني موجوده في كل ماشي حاجة. الموبايل ما تقدرش تستغنى عنه، بس دي ممكن تستغنى عنه. استغنيت عن السجاير، مش عارف استغنى عن السجاير. فبحاول. طب خلونا اسمحوا لي نشوف تقرير كده، استطلاع راي عام، كيف ينظر الشارع إلى هذه المشكلة؟ أنا صيدلي وبدخن من الكلية، أولى كلية، وبعد كده من سنة ابتديت أسمع عن الفيب، فروحت جربتها واشتريتها وطلعت كويسة جدا، وبقالي سنة مبطل سجاير وبحاول أبطلها بقى دلوقتي. تحل محل السجاير لو النيكوتين عالي، على حسب السيجارة اللي كنت بتشربيها، على حسب النيكوتين اللي انت بتجيبيه، في 3 وفي 6 وفي 12، على حسب انت محتاجة ايه. هي فيها 3 مواد بس، بروبيلين جلايكول وفيها نيكوتين وفليفر وجليسرين، الحاجات دي كلها عادية خالص. وموضوع الشيشة الإلكترونية والكلام ده كله كان متهيألي كلام فاضي يعني. والله في ناس من زمايلي جربوه ولقوه يعني ما بيبطلش ولا حاجة، بيشربوا فترة وبعد كده بيرجع للتدخين تاني. هو انتشر بطريقة غريبة جدا، وبس انت عارفة الشعب المصري بيحب التدخين من زمان، بس هي موضة يعني زي ما انت شايفة الشباب كلها فرحانة بيها، كمنه جهاز وكده والدخان وسريع الاشتعال، فبيستخدموها كتير الطلاب والكلام ده كله. المفروض ان هم لو يبطلوا مرة واحدة، يبقى عندهم عزيمة ان هم يبطلوا الحاجة مرة واحدة.
كل الناس ماشيه ماسك جهاز يدوس على الزرار يشد دخان كتير، موضوع كده احس ان هو عامل دخان بلا سبب يعني. والله هيبطل هيبطل، مش محتاج لمكنه او سيجاره الكترونيه بالكهرباء شحنه او بطاريه او حاجه زي كده. بعد الاستطلاع الرأي ده انا حاسس ان كل مصر بتدخن يا جماعه، ايه ده؟ طب دكتور، في دراسه عدها باحثون في جامعه اسمها بورتلاند في امريكا بتقول انه مدخن السيجاره الالكترونيه يستنشق حوالي 14 ملي جرام من الماده المسرطنه في كل 3 ملي لتر من السائل المستخدم في السيجارة الإلكترونية، يستنشق حوالي 14 ملي جرام من المادة المسرطنة في كل 3 ملي لتر من السائل المستخدم في السيجارة الإلكترونية. إيه أضرار ده على الجسم؟ هو الأخ الصيدلي اللي روج للسجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية قال كلام غريب قوي، قال هي عبارة عن نيكوتين وبروبيلين جليكول وجليسيرين وفليفر، ودول كل دول ما فهمش حاجة. لا طبعا كل دول فيهم حاجات. ده الصيدلي اللي قال كده؟ الصيدلي ما هو عارف الاسامي العلميه، هو قال سيادتك السائل نفسه. ايوه البروبيلين جلايكول ده من التسخين بتاعه الجامد طبعا ليه اثار جامده، ونفس الحكايه الجليسرين، الحاجات ديت كلها على المدى البعيد برضو بتاثر على الصحه زيها زي الحاجات اللي موجوده في السجائر. وبعدين الاستاذ اسلام قال جمله جميله قوي في وسط كلامه، ان في حاجات ما بتخضعش للمواصفات يعني، وفي حاجات بتتعمل في البيوت او في مصانع بير السلم. ده اللي كنت فعلا بيحصل كده، ان في نسب مش تحت بير السلم، هي يعني المصطلح اللي بيتقال عليه بير السلم. مصانع بير السلم ان هي نسب معينه بتتحط بنسب معينه عشان يعمل الفليفر او الليكويد بتاعه، فبيبقى نسب وموجوده، وفي ابلكيشنز بتبقى موجوده على الموبايلات حتى ازاي تعمل ده. ف يعني هي بره مختلفه شويه يعني حتى بره الليكويد ده بيبقى بموافقه وزاره الصحه. عكس عندنا هنا في مصر، لان احنا عندنا في مصر هي ممنوعه، يعني رغم انتشارها هنا في مصر. تهريب مش كده؟ كله تهريب. كله، مع ان في محلات بتبيع وفي حاجات، لكن هي ممنوع دخول مصر، يعني لو طلبتها عن طريق الشحن ما يدخلهاش. لكن اي حد جاي من بره بيع هو تهريب. كل اللي عندنا في مصر هو كله تهريب. غاليه؟ غاليه. لا في تفاوت يا استاذ اسلام. ما هو انا ما بتكلمش على السيجاره، لان انا شخصيا انا مش مقتنع بيها هي بالنسبه لي يعني، لا. لكن انا بتكلم على الجهاز نفسه اللي هي الشاشه الالكترونيه، يعني من 1000 لحد اسعار بقى يعني في العالي بتاعها. بس هي برضو لناس كتيره هي وفرت في فلوس، بالنسبه لناس كتيره هي وفرت صحيا شويه. بالنسبه هو اللي اخترعها يعني لعب على وترين، وتر اللي هو الوتر الاقتصادي، انه بدل ما تشتري مثلا 5 علب سجاير زي ما الاستاذ اسلام كان بيعمل، تشتري دقيقه مثلا ويعني اجيب لهم السايل ب 100 جنيه مثلا انا بقعد بيهم. وكمان اللي هي الدعايه اللي هي لم تثبت صحتها سجاير. لم تثبت صحتها لغايه الان، انها ملهاش اضرار ومفيش ريحه بقى، مفيش ريحه سجاير في هدومي، مفيش مش عارف اقعد بيها مثلا في حته معينه. بس يعني دراسات عديده جدا يعني، يمكن الدكتور يعني اكيد عنده معلومات اكتر مني، غير الدراسه اللي احنا استشهدنا بيها في جامعه بورتلاند اللي بتقول انه مدخن السيجاره الالكترونيه بيستنشق حوالي 14 ملي جرام من الماده المسرطنه في كل 3 ملي لتر من السائل المستخدم. يعني هو السائل بيبقى كام ملي لتر اصلا؟ يعني انا ما اعرفش، يمكن تعرف السائل اللي بيتحط فيه البروبيلين ده. لا هي مع يعني انا ما اعرفش النسب بالظبط، بس اعتقد ان هو كان جليسرين 70% مثلا من الليكويد من اللتر، يعني احنا بنتكلم على لتر مثلا 70%. انا مش عارف دي نسبه كبيره يعني 14 ملي جرام من الماده المسرطنه عفوا، يعني دي حاجه ده لكل 3 ملي لتر. أيوة. يعني فما بالك هو كام هناك يعني. وغير كده برضه يا استاذ عمرو، ان هو ما بتخضعش على الرغم من قرف السجاير، واحنا كلنا بنحارب السجاير، بس خاضع للمواصفات وللقياس، ولازم اللي مكتوب على العلبه بالظبط هو ده اللي يبقى موجود في السجاير.
كل ده مش موجود في السيجاره الالكترونيه. في الشيشه الالكترونيه يا دكتور، مواصفات وقياس لايه؟ لا حاجه بتضرنا، ما هي في الاخر يعني طبعا. انا النهارده عشان انا اجي لا بس هو علبه السجاير مكتوب عليها مش عارف كام نيكوتين قد ايه وجرام قطران وكام مش عارف ما انا عندي الليكود اللي جاي دهوت برده فيه نفس الموضوع بس انت من فين عارف؟ مش خاطع هيئه المواصفات يعني. اللي جاي من بره على فكره هو برده يعني اللي هو خاضع بقى من يعني تبع وزاره الصحه هناك بره بيبقى ما يعني متوافق عليه وفي يعني انا شايف ان هو اقل انا نفسيا عن تجربه شخصيه يعني نفسي نفسه بقى احسن. طب مش انا بشرب يعني هو لسه يعني الدكتور بيقول في بدايه الحلقه انه السجاير اخذت فتره طويله جدا لغايه لما اكتشفوا ضررها وعلاقتها المباشره بسرطان الرئه، مرض زي مرض سرطان الرئه يعني. مش خايف انه دي تبقى مضارها واضرارها اكبر واقسى من المضار بتاعت السجاير العاديه؟ والله بالنسبه لواحد زي بيشرب سجاير بالمنظر ده فدي ضررها يعني اعتقد ان انا كده بقلل شويه من نسبه الضرر. يعني انا بالنسبه لي الخمس علب مثلا في اليوم او هنقول علبتين في اليوم انا دلوقتي بقيت بشرب قليل جدا يعني. طب ايه يا دكتور، ايه يا دكتور اللي ممكن يعمله الاستاذ اسلام عشان يستغني عن السجاير العاديه والسجاير الالكترونيه؟ اول حاجه تحسبها على صحتك وعلى فلوسك وعلى تاثير التدخين السلبي. انت طبعا بتدخن في البيت كنت يعني خلاص بقى مفيش الحاجه ما ينفعش. في حاجات كتيره لازم تحسبها قبل ما تاخد قرارك ولازم ان شاء الله يبقى اللي في البيت يدعموك في القرار ده، تقول لهم انا ان شاء الله مثلا من دلوقتي بطلت هشرب من وراهم السجاير. هي مشكله في الضغوط يا دكتور بس يعني او ممكن احنا شماعه بناخدها الضغوط او ممكن العاده بتخلينا ان احنا نعمل كده، بس هي في الاخر انا عليا ناس بطلت يعني اخذوا القرار وبطلوا، بتبقى فرق في اراده في شخصيه في حاجه معينه وفي ناس ما عرفتش. فاحنا يعني احنا عندنا الحالتين. انا بس انا عايز اقول حاجه، بس انا مش جاي اروج للشيشه الالكترونيه او لحاجه، بس انا طلبت عشان احكي حاله او انا ليه موجود. لا طبعا لو هتكلم على الشيشه الالكترونيه او هتكلم على السجاير فالاثنين قاتلين باي حال من الاحوال، من هنا او من هنا الاثنين واحد يعني اثرهم اكيد ايا كان لو حتى اقل. انا واخدها سبب ما او اللي بيروج لها بسبب ما عشان يبيعها. ممكن انا استفيد بالترويج ده هوت لفتره معينه وهحاول بعد كده. انا يعني انا مخطط ان انا بعد فتره استغنى عنها لان انا بقلل نسبه النيكوتين اللي عندي اللي مثلا في الليكويد، بقلل السجاير بتاعتي، بقلل هي في الاستخدام بتاعها شويه في شويه على امل ان انا في وقت اعرف ان انا ابطل ده وابطل ده. في غيري انا شفت ناس واسكاها وماسكه السجاير الاثنين. دي قوة شيطان. دكتور اسمح لي اسألك سؤال يعني. حضرتك عمرك ما دخنت؟ لا عمري لا خالص. لا خالص ولا حتى على سبيل التجربة؟ لا ولا حتى وحضرتك صغير وبتاع وجنبك مثلا زمايلك او كده يعني يمكن نفسين ولا حاجة مثلا ايام الجامعة قعدت مع ناس بيلعبوا استيميشن حاجات كده يعني لكن ما حبيتهاش ولا شيشت طبعا. لا لا خالص لا دي ما بس بتلاقي الدكاتره يعني بعض الدكاتره بيجروا صدر على فكره ودكاتره صدر والله بيجروا من العياده على القهوه علشان الشيشه. طب هل يعني الفكره السائده دلوقتي اللي بيبيعوا هذا النوع من السجائر والشيشه الالكترونيه اللي بيقول لك انه الجهاز بينتج ابخره ماء غير مؤذيه للجسم، هل الكلام ده صحيح؟ ما احنا قلنا ده مش ماء، ده سيادتك مادة معروفة البروبيلين جلايكول مش مية يعني. لا وفيها جليسرين الفليفر النجهات اللي هي الفانيليا والفراولة والحاجات زي الشيشة هي عاملة زي الشيشة كده فيها نفس الناس دي كلها، كل ديت مواد كيماوية وتسخينها لدرجة عالية بيبقى ليها تأثيرات ضارة جدا على الجسم. يعني احنا بننصح ان احسن حاجة يبطلوا تدخين، ولو مش قادر تبطل مرة واحدة اعمل لنفسك خطة، قلل السيجارة، قلل يعني اخر معاد السيجارة بتاعت الصبح. طب وعدت كتير. طب انتوا يعني حضرتك رئيس مكافحه او رئيس جمعيه مكافحه التدخين والدرن وامراض الصدر بالقاهره، طب انتوا الجمعيه يعني في الفتره الاخيره ايه النشاطات اللي قامت بيها علشان يعني التوعيه بمخاطر هذا النوع من التدخين؟ احنا بنعمل ندوات توعيه في تجمعات
زي المدارس والمصانع ومراكز الشباب والجوامع والكنائس وكل التجمعات، بننتج مواد تثقيف صحي. ودلوقتي الجمعية في صدد ان هي تنشئ عيادة مساعدة عن الإقلاع عن التدخين في مستشفى صدر العباسية. العيادة ديت ان شاء الله هيبقى ليها مردود كويس، لان احنا ما نقدرش نقول للناس بطلوا تدخين من غير ما نساعدهم. عيادات الإقلاع عن التدخين مطلوبة جدا. هي الفكرة دي منتشرة في بره، يعني في منتشرة بره، قليلة جدا في مصر للأسف. نعم. يعني المفروض تنتشر أكتر من كده، ونستخدم فيها الإقناع ونستخدم فيها بدائل النيكوتين وبعض الأدوية. نتمنى دكتور برضه بس معلش يعني هو بصراحة. يعني هو القصة مش هتبقى علاج بس أو طريقة العلاج، لأن في ناس بتبقى عايزة بس مش عارفة. فمثلا في أوروبا أو بره مثلا بيبقى في محدد أماكن، يعني أنت عايز تخليني أبطل سجاير هتضيق لي الأماكن اللي أنا بشرب فيها سجاير. يعني إحنا لو اشتغلنا على ده، اللي أنا مدخن وبقول وبقول كده، لأن فعلا أنا النهاردة لو قعدت مثلا في شغلي ممنوع، بره ممنوع، في الشارع وأنا ماشي ممنوع، في النادي ممنوع، مكان صغير تخش أوضة تخش مش عارف كذا، هتوصلني في الآخر إن أنا إيه؟ هقلل نسبة سجاير، هقلل نسبة سجاير. إذن التشريعات، تشريعات مكافحة التدخين. بالزبط. إحنا نتمنى يعني إنه ولا مصري يدخن، لأنه طبعا دي قضية أمن قومي، مش بس يعني قضية رأي عام، لا دي قضية أمن قومي، لأنه عدد المرضى، عدد اللي بيتوفوا كل سنة، عدد يعني أرقام مفزعة. ويمكن الأرقام اللي حضرتك قلتها لنا، عدد السجاير أو كمية التبغ اللي بتصرف، يعني لو صرفت في أشياء أخرى نافعة يعني ما كانش حالنا هيبقى كده. أنا بشكركم شكرا جزيلا الأستاذ إسلام رفعت، أحد المدخنين الإلكترونيين. إن شاء الله نستضيفك في حلقة جاية، نقول أحد المدخنين السابقين بإذن الله. دكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا. كده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام، بكرة حلقة جديدة من برنامجنا وفقرات منوعة وأخبار متعددة. نلقاكم على خير، تصبحوا على خير بإذن الله.